ان شاء الله كده الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، الحمد لله الحمد لله. تمام، وعليكم السلام. انا من كتر ما انا متحفزه ما خدتش بالي ان كان في اعدادات المفروض تتظبط في المايك. شفتوا بقى انا كنت متحفزه قد ايه. الحمد لله الصوت واضح. في تشويش او في صدى او حاجه ولا واضح؟ تمام. استاذه ساره بتقول ان جميل، الحمد لله. استاذه ساره احمد، تمام، واضح جدا، الحمد لله. هنبتدي برضو من اول وجديد. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنبتدي اولى سلسله محاضرات كيمياء الحياه. هناخد المحاضره الاولى عباره عن التحفيز، ومش هيكون اي تحفيز، هيكون التحفيز الذاتي. التحفيز الذاتي ده مهم جدا، وان شاء الله بتكون المحاضره في قاعة أكاديمية ماي سكول للتعليم عن بعد. والمحاضرة أو المدربة اللي هتكون معاكم دكتور أمال أبو عطايا، دكتوراه في الكيمياء العضوية ومدربة تنمية بشرية، معتمدة من الجامعة الأمريكية وحاصلة على زمالة البورد الدولي للتدريب والتنمية البشرية. شكرا يا مستر محمود، جزاك الله خير. إن شاء الله أنا هتكلم النهاردة على التحفيز. قلت مش أي نوع من أنواع التحفيز، التحفيز الذاتي، عشان ده مهم جدا عندنا في حياتنا، وهو بيكون اللي بيخلينا دايما، بيدفعنا دايما ان احنا لو كنا متحفزين ذاتيا طول الوقت ان احنا نقدر نحقق كل الاهداف وكل الحاجات اللي احنا نفسنا نحققها في الحياة. في بعض الناس هيقولوا طب ايه دخل الكيمياء في التحفيز؟ تمام، جميل. ايه اللي دخل الكيمياء في التحفيز يا جماعة؟ ممكن حد كده يفكر انا سميتها ليه سلسلة محاضرات كيمياء الحياة وبتكلم عن التحفيز؟ بشكركم جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا، اسمحوا ان انا اديكم هذه النجمة. في حد الحب الضائع بتقول التحفيز هو وقود الحياة. طيب ايه ربط التحفيز بالكيمياء؟ ليه خليت التحفيز مرتبط قوي لا مش بنزيم يا استاذ محمد. حد مشاركات اخرى من الساده الحضور الافاضل؟ طيب اجاوب انا وادي لنفسي النجوم ولا فين؟ لسه في ناس بتكتب. ساره بتكتب، لا مش برضو ده. ايه اللي خلى ان انا التحفيز يبقى في لي صله بكيمياء الحياه؟ اقول انا، اقول انا حياتي كلها عباره عن تفاعلات كيميائيه. انا حياتي لو احنا بصينا لحياتي وتفاعلاتي مع الناس وتفاعلي مع ذاتي وحواري مع نفسي وحواري مع الناس، اين ما كانوا الناس دول، سواء قرايبي، اصدقائي، زملائي في العمل، جيراني، والدي، والدتي، اولادي، كلهم بيبقى بيني وبيني وبينهم تفاعل، فعل ورد فعل، اكشن ورياكشن زي ما بنقول في الكيمياء. كل ده محتاج تحفيز، محتاج رغبه، محتاج دافع. فانا ربطت ما بين التحفيز وان انا اسميها كيمياء الحياه. كل مره هناخد حاجه معينه بنتكلم فيها ونربطها بالكيمياء اللي احنا بنعيشها في حياتنا. ازاي اتفاعل مع نفسي واتفاعل ايجابيا طبعا ان شاء الله يعني، واتفاعل ايجابيا مع المحيطين بي عشان ادفع نفسي دفعه قويه ان احقق كل احلامي وامالي وطموحاتي في الحياه. تمام، عشان كده اتسمت كيمياء الحياة ومنها الجزء الأول التحفيز. نبتدي ندخل إن شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بإذن الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعرف إيه مفهوم التحفيز؟ يعني إيه تحفيز؟ يعني إيه موتيفيشن؟ ما هي موتيفيشن بالإنجليش. يعني إيه أكون محفز؟ ليه أكون محفز؟ ليه بحتاج طول الوقت إن يكون عندي القوة الدافعة والرغبة إن أكون محفز؟ نفهم الأول المفهوم ونشوف هنوصل إزاي أكون في نهاية المحاضرة إن شاء الله قادر على إن أنا عندي التحفيز الذاتي لنفسي مهما كانت القناعات السلبية اللي جيالي من بره. إحنا عارفين كلنا إن إحنا
طول حياتنا قاعدين نستقبل في رسائل من المحيط الخارجي، نرسل ونستقبل. يعني أكتر من 70% من الكلام اللي بيجيلي من الناس اللي بره بيبقى عبارة عن قناعات سلبية. ناس كتيرة جدا تقولي أنت مش هتنجح، أنت فاشل، سوري، أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة في حياتك، أنت أنت أنت، وكلها إشارات وقناعات سلبية بتدخل عندي في العقل وبتبقى متمركزة فيه وبتتحول إلى اعتقاد. بصدق الاعتقاد ده، وبدالي بصدق الاعتقاد ده عمري في حياتي ما هقدر أنجز أي حاجة من الحاجات اللي أنا عايزة أعملها في حياتي. نعرف النهاردة لما نفهم مفهوم التحفيز، وإزاي أقدر بمنتهى البساطة أني أكون عندي الدينامو أو المولد زي ما بيقولوا اللي بيولد التحفيز، أن مهما كانت القناعات السلبية اللي بتدخلي من بره أنا مش هسمعها، أنا هدخلها من ودني دي وخرجها من ودني دي. ده على العكس، ده أنا هكون عندي تحفيز بس في الاتجاه المضاد، بدل ما هم يحفزوني انهم يحبطوني ويخلوني ما حققش اي هدف انا عايزاه، لا ده انا هاخد الكلام اللي هم بيقولوه واحوله لكلام ايجابي في نفسي عشان اتحفز تحفيزا ايجابيا. تمام كده؟ بيقولك مفهوم التحفيز هو فعل او قول. يعني ايه يدفع شخص لان يحدث فعلا؟ يعني ممكن حد من بره يقول لي انت وانت 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 بيحفزني، وقد يكون التحفيز ايجابي ولكنه هيكون قليل قوي في كتير من الاحيان. يعني اللي هيقول لي يحفزني ويقول لي انت ناجح وانت تقدر وانت تعرف تعمل وانت، هيكون كميته قليله، هيكون المفهوم بتاعه قليل قوي. او قول او فعل، يعني مثلا ايه، يحاول ان هو يفعل شيء يدفعني للتحفيز، يشدني لحاجه معينه ان انا خليني اعمل زيه، سواء هحفز نفسي ايجابي او سلبي. لان في ناس كتيرة جدا بتقلد الناس اللي حواليها، مبقاش ليها شخصيتها الخاصة بيها، فممكن يحفزني لاتجاه سلبي او اتجاه ايجابي. احنا هنعرف النهاردة ان انا اخد المفهوم باتجاهه الايجابي فقط لا غير. يعني اي حد هيفعل معايا شيء او هيقول لي حاجة هتدفعني ان انا اعمل حاجة كويسة في حياتي. وطبعا التحفيز ده بيصدر عن رغبة، والرغبة دي بتكون داخلية جوايا، لازم يكون عندي الرغبة ان انا اكون محفز دائما. ده مفهوم التحفيز. لو انا عندي الرغبة القوية دي لازم تكون قوية جدا عشان احقق هدف معين. ودايما بقول ان انت لو عايز تحقق هدف خليه مش اي هدف، خليه اهم هدف في حياتك، بنسميه الهدف الذكي، الهدف اللي انا مقدرش استغنى عنه، الهدف اللي انا طول حياتي عايزة اوصله، ولما اوصله اضمن لي الاستمراريه والانجاز والعمل. يبقى انا عندي دلوقتي هتحفز لو حد قال لي كلام او حد عمل معايا حاجه حفزتني، والتحفيز ده هيكون من رغبه جوايا انا عشان احقق هدف معين. او ساعات لما بواجه نوع من التحدي، يعني في اشخاص معينين في الحياه لما يلاقوا ناس بيحبطوهم او بيقولوا لهم انتوا مش هتقدروا، بيولد عندهم نوع من انواع التحدي. يعني لا، ده انا هتحدى اللي قدامي وهعرفه ان انا اقدر، هتحدى اللي قدامي واعرفه ان انا اعرف اعمل الحاجة اللي بيقول ان انا مش هعرف اعملها دي، ويمكن احسن مكان يتوقع كمان. فالناس بتحفز لما بتكون بتحقق هدف معين او بتكون بتواجه نوع من انواع التحدي، وده لانك انت عايز تحدث تغيير. يعني دايما التحفيز مرتبط بالتغيير، لازم تغير، لازم تغير مفهومك عن نفسك، لازم تغير في حوارك مع ذاتك، لازم تغير في أسلوب تعاملك مع الناس، عشان التغيير ده هو اللي بيخليك توصل لمستوى أفضل ودايما تكون محفز. طب إزاي؟ يعني إزاي أغير؟ ده التغيير بيبقى صعب جدا. ده التغيير يعني عشان أغير عادة أنا تعودت عليها فترة طويلة من حياتي بتبقى مش بالسهولة. هي مش سهلة لكن مش مستحيلة، مفيش مستحيل في الحياة. يبقى التحفيز دايما نربطه بالتغيير. انت بتغير عشان توصل لمستوى افضل، هتاخد خطوات معينة تمشي عليها عشان توصل للهدف اللي انت عايزه، للامل اللي انت عايش عشانه، عشان تحقق احسن حاجة انت عايزها في حياتك. فلازم تكون محفز طول الوقت، ولازم يكون التحفيز داخلي بالنسبة لك. يعني اهم حاجة هنتكلم عليها النهاردة ازاي تولد التحفيز الداخلي جواك. في ناس بتقول ان صعب، وفي ناس بتقول ان انا مش بقدر،
وفي ناس بتقول بوصل لنص الطريق وبرجع أرد تاني لنفس مكاني. إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة دي هتكون محفز ذاتيا، بدليل إن حضرتك أو حضرتك اتحفزتم إن أنتم تحضروا النهاردة المحاضرة. لازم أكون محفز دائما. التحفيز ده بيدي زي شرارة انطلاق نحو كل حاجة كويسة أنا نفسي أعملها في حياتي، فخليك دائما محفز. تمام، ده بالنسبة للتحفيز على المستوى الشخصي. بالنسبة للتحفيز على مستوى الإدارات والمؤسسات والحاجات اللي بتبقى فيها شغل وفيها ناس كتيرة وزملاء ورؤساء ومديرين مواقع وحاجات من دي، فلازم أكون عارفة برضو مفهوم التحفيز عندهم. مفهوم التحفيز إن هو بيبقى عبارة عن مجموعة من الدوافع. الدافع ده يا إما عشان الشركة تكسب قدر كبير من المال، أو عشان تحقق طموح معين عايزة توصله، أو عشان تكون ليها مكانة وليها اسم مرموق في السوق بتحافظ عليه. فيبقى بالنسبة للمؤسسات التحفيز مفهومه هو عبارة عن مجموعة الدوافع بتدفعنا لعمل شيء ما. هنعمل حاجة معينة بتخلي المؤسسة دي تنهض وترتقي ويبقى لها مكانة عالية بين بقية المؤسسات. وفي الحالة دي بيكون حضرتك مسؤول في الإدارة أو المؤسسة إن أنت تكون محفز، لأن لو حضرتك كنت محفز هتحفز كل الرؤساء، هتحفز الناس اللي حواليك، وهتدفعهم إنهم يعملوا على إتقان وسرعة العمل أي مكان الشخص المسؤول. يعني في الإدارات الكبيرة بيبقى فيه كل واحد مسؤول ليه وظيفة معينة، الإدارة لها رئيس إدارة أو مدير إدارة وتحته موظفين، مدير الإدارة عنده رئيس قسم، رئيس القسم عنده المدير العام، فكل دول لازم يكون منظومة وفي سلسلة مترابطة كلهم محفزين عشان يحفز كل واحد المرؤوسين اللي تحته في الإدارة أو المؤسسة أو القسم، ويبقوا مدفوعين بكل الدوافع اللي تخليهم ينجزوا ويتقنوا العمل عشان المؤسسة توصل لأعلى درجات المكانة ما بين المؤسسات. وده بيبقى موجود أكتر في المؤسسات الكبيرة والشركات الكتيرة اللي بيبقى عندها رأس المال عالي جدا. يعني لما نكون بنشتغل في شركة كبيرة ودايما تلاقيهم بيحفزوا الناس اللي عندهم، ودايما بيخلوا يبقى بينهم منافسات وأنواع من أنواع التحدي، لأن كل ده بيضمن للشركة المكانة والعائد المادي اللي هي بتبقى عايزة توصل. يبقى ده يا جماعة مفهوم التحفيز. طيب ايه انواع التحفيز؟ هسأل هنا سؤال، ايه انواع التحفيز؟ حد يعرف ايه انواع التحفيز؟ اتفضلوا حضراتكم كده اكتبوا ايه انواع التحفيز من وجهة النظر. يعني في انواع ولا هو نوع واحد بس وخلاص وكل الناس لو مش هتمشي عليه؟ استاذة رنا بتكتب. أنواع التحفيز، تحفيز إيجابي وتحفيز سلبي. جميل، إن شاء الله هذه النجمة. مين يحب تاني؟ رانا بتقول تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. شيري بتقول تحفيز مادي. تمام، وفي معنوي، يعني في بتقول ان هو بيبقى تحفيز مادي او معنوي. الاتنين اللي انت قلتهم دول يا شيري انا هديك عليهم النجمة، بس هما بيندرجوا تحت نوع من انواع التحفيز، هما نوعين. سارة بتقول تحفيز يغطي كل الحاجات الاولية. جميل جميل يا سارة، رائع. طيب المشاركات رائعة وانتم ما شاء الله متميزين، بس اسمحوا ان انا هدي النجوم دي. سارة بتقول تحفيز خارجي. أنا هدي ثلاث نجمات للإجابة الصحيحة اللي قالت أنواع التحفيز. هم بينحصروا كل الآراء اللي حضراتكم قلتوها دول زي ما قالت أستاذة رانا. النجوم دي ليك يا رانا، هو فعلا تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. ينحصر أنواع التحفيز ما بين الداخلي والخارجي، يا إما بتحفز من جوايا يا إما بتحفز من العالم الخارجي زي ما أنا قلت في الأول أيا مكان مين اللي بيحفزني. أنا هبتدي دلوقتي أتكلم على التحفيز الإيجابي، يعني معناش هنتكلم خالص على أي نوع من أنواع
القناعات السلبية اللي هتجيلي، هبتدي أركز دلوقتي على التحفيز الذاتي الإيجابي. تمام؟ فبشكرك يا رانا على الإجابة الرائعة بتاعتك إن شاء الله، وبشكر كل الحضور على مشاركاته الرائعة. التحفيز بيكون بإيه؟ أنا لما أكون في أنواع التحفيز الداخلي، نبص كده للصور اللي أنا موجودة في الشريحة. أنا بتحفز إمتى؟ لما بيكون عندي إيه؟ نحاول كده نشوف الصور دي بتمثل لنا إيه؟ التحفيز. أما يكون عندي إيه بتحفز؟ إيه الحاجة اللي بتخلي عندي الرغبة والدافع إن أنا أتحفز وأحقق هدف معين؟ حضراتكم اكتبوا كده إيه اللي أنتوا شايفينه من الصور. إمتى أحفز؟ متى أحفز؟ تفضلوا. كيمستري اوف لايف بيقول حلم هدف معين. اما يكون عندي فعلا الحلم اللي انا بحلم بيه لهدف معين، ما شاء الله برافو عليك كيمستري اوف لايف. اسمح لي ان انا اديك هذه النجوم، او اديك هنا مش عارفة يعني الاسم الحقيقي. فعلا اما بيكون عندي حلم معين، ونخليها بقى ايه، احلام كتيرة جدا لاهداف معينة، بحلم كتير جدا ان انا احقق الاهداف بتاعتي، فبكون كيمستري اوف لايف علمية دمياط. طيب تمام، شكرا جزيلا ليكي حبيبتي. سارة بتقول لما يكون في اقناع، اقناع بايه؟ رانا بتقول حب ورغبة شديدة للهدف. برافو عليك يا رانا، انت النهاردة ما شاء الله عليك. اعتقد ان حضرتك ممكن اول مرة تحضري لي محاضرات مع اكاديمية ماي سكول. تاني مرة هديك الثلاث نجوم يا رانا. فعلا اما يكون عندي حلم ببقى متحفزة قوي ان انا احققه، ولما يكون عندي حب ورغبة شديدة للهدف ده بيبقى عندي تحفيز جامد جدا. انا بحب ان انا اوصل للهدف ده، انا عايزاه، انا مؤمنة بيه، انا حاسة ان هو هيأثر في حياتي، هو ده الهدف اللي انا عايشة عشان احققه، واللي هيكون ليه مكانتي هتتحقق بيه. فكل ده بيبقى عن طريق الحب والرغبة الشديدة، بيكون عندي حب لهذا الهدف، فبيخليني يبقى عندي طول الوقت نوع من انواع التحفيز. مشاركات اخرى، في ايه تاني ممكن يحفزني؟ في ايه تاني ممكن يخليني احب ان انا اكون محفزة؟ انا عايزة الحضور يكتب عشان ده هيخليني اوصل ان انت تبقى محفز، او ان انت تبقي محفزة طول الوقت. ما نحاولش ان اي نوع من انواع اللي بمرور الوقت ان التحفيز يقل. عبود أرهام عبود بيقول المحفز ممكن أن يكون داخلي أو محفز خارجي، ما احنا قلنا ده في أنواع التحفيز. شكرا يا أستاذ عبود. ايه اللي أنا شايفاه في الشرايح ده؟ طب انتوا الصور بالنسبة لكم دي بتدل على ايه؟ أول حاجة الحلم ده هي أصلا مكتوبة، يعني سبحان، يعني أنا كان نفسي أجيب صور مش مكتوب فيها حاجة، بس ده جت كده إن في حلم، والتاني يبقى عنده ايه؟ الحلم يتبعه أمل. بالظبط يا سارة، بالظبط بالظبط، برافو عليك، برافو عليك. الحلم يتبعه الأمل، إن أنا بحلم بتخيل، أنا قاعدة طول الوقت بقول أنا حلم إن أنا أحقق كذا، أنا حلم إن أنا أحقق حاجة، ده حتى بيولد عندي تحفيز. أما أقول أنا بحلم، أنا بتخيل، أنا نفسي، أنا عندي أمل، أنا هحاول إن أنا أعمل كذا، كل ده بيخليني محفزة طول الوقت. زي بالظبط الناس اللي بيكونوا أو الطلبة اللي بيبقوا عايزين يذاكروا ومش قادرين يذاكروا. عارفين مش قادرين يذاكروا ليه؟ يقول إيه؟ شوية هذاكر، بس مش حلمي إن أنا أذاكر، مش طموحي الأخير إن أنا أنجح في الامتحان، أنا ليا طموحات تانية، ليا حاجات تانية عايزة أحققها، انا مفيش امل اصلا ان انا احقق النتائج اللي هم عايزيني اعملها، اجيبها في النتائج الامتحانات. ولكن اذا كان عنده الحلم ان هو راسم لحياته خطة معينة ان هو يوصل لهدف معين، يعني مثلا ايه، انا عايز ابقى في مجال معين مثلا رئيس مجلس ادارة، انا هكون اصغر خريج في مجال معين زي مجال مثلا الهندسة، وبعمل مشروعات كبيرة جدا، مشروعات عالمية كل الناس بتضحك عليها، يبقى بيحلم. الحلم ده بيخليه
يبقى عنده الأمل إن يحقق الحلم بتاعه، فيبتدي يذاكر ويتفاعل مع المواد حتى لو كانت في مواد مش بيحبها، حتى لو في يعني مش كل المواد الطلبة بيحبوها، في مواد بتبقى يعني مش على هواهم، مش عايزين يقرؤوها، مش عايزين يذاكروها، ولكن إذا كان عنده الحافز إن هو يحقق هدف معين ويعرف إن المدرسة هي مرحلة بس مؤقتة في حياته عشان يحقق الحلم بتاعه، وده الأمل اللي عايش عليه، بيبقى محفز تحفيزا ذاتيا إن هو يذاكر. وده السر في إن الطلبة مش بيقدروا يوصلوا لدرجات معينة، لأنهم بيكونوا غير محفزين ذاتيا. تمام؟ لازم نكون الطالب محفز ذاتيا وعنده الهدف المعين اللي بيحلم بيه طول الوقت. بحلم، بتخيل انا هشوف نفسي مهندس، انا هشوف نفسي شكلي كذا، انا هشوف نفسي بشتغل في المكان العالمي، انا بشوف نفسي وانا بخطط وانا برسم بالورقة والقلم وبعمل منشآت رائعة وجميلة والناس بتسكن فيها. كل التخيلات دي والاحلام دي والامل اللي بيصاحبها بيخليه دايما محفز ذاتيا ان هو يحقق الحلم بتاعه. وكل ده مش بيحصل الا اذا كان فيه الحب. الشريحة الثالثة، شايفين القلب قد ايه؟ القلب اخد مساحة كبيرة جدا من الصورة. لازم يكون عندي حب. طب حب ايه؟ حب لنفسي اولا، وبعدين حب للناس اللي حواليا. لازم احب نفسي. مين الحضور بيحب نفسه؟ اسأل كده، مين بيحب نفسه؟ اللي بيحب نفسه يكتب لي واحد، واللي مش بيحب نفسه يكتب لي اتنين. معايا؟ رنا بتحب نفسها، جميل. عبود بيحب نفسه، رائع. مين تاني؟ اتنين بس في القاعة اللي بيحبوا نفسهم، معقولة؟ مين بيحب نفسه؟ طب مين اللي ما بيحبش نفسه؟ في ناس مش بتحب نفسها؟ اللي مش بيحب نفسه يكتب اتنين. ليها حل والله، حكاية ان انا محبش نفسي دي برضه. انتوا فين؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ انتوا موجودين؟ احنا متحفزين النهارده، احنا في محاضرة تحفيز، لازم تكونوا معايا، ده احنا لسه هنعمل حاجات يعني مش معقولة يعني. تمام، اللي بيحب نفسه هيكتب واحد، واللي مش هيحب نفسه هيكتب اتنين. انا عايزة كل الناس تكتب لي واحد. انا عايز دلوقتي اشوف الحضور عندي اكتر من 20. عايزة كل سارة مش بتحب نفسها ليه كده يا سارة؟ مع اني شايفاك انك تستاهل انك والله تحبي نفسك، مع انك جميلة جدا من جوه، فلازم تحبيها. مين بيحب نفسه؟ عايزة تبقي افضل من كده. لما تحبي نفسك هتوصلك للخطوة اللي تخليكي افضل من كده يا سارة. خطوة خطوة، مش بتيجي مرة واحدة. مين بيحب نفسه كمان؟ الباقيين مش بيحبوا نفسهم؟ لا، ده كده مش هينفع ان احنا نعمل محاضرة خالص على التحفيز. على فكرة محاضرات التحفيز كلها بيبقى فيها شغل، يعني بتبقى بالنسبة لي لايف. وامبارح كان في محاضرة كنا بنعمل حاجات، كنا بنتكلم وبنتكلم بصوت عالي، وهديكوا المايك تتكلموا. كل واحد عامل حسابه في القاعة دلوقتي ان هياخد المايك وهيقول القرار بتاعه ان هو يكون محفز. فتكتبوا، نبتدي نكتب الأول عشان نبتدي نتحفز شوية بالكتابة، وبعد كده هنبتدي بالصوت، عشان الهدف المحاضرة في الآخر إن أنت تكون فعلا خارج منها محفز. مين لسه مش بيحب نفسه؟ ومين بيحب نفسه؟ أنا والله مش راضية أختار حد من الحضور عشان بس إيه، سايباكم براحتكم. احيانا واحيانا يعني، شويه بحب نفسي وشويه مش بحبها. جميل، يعني واصله 50-50، مش مشكله، توصلي ان شاء الله في اخر المحاضره اللي تبقي 100%. اقول انا طيب، حتى تضطروني بقى ان انا لازم اختار ناس. يعني استاذه سعاد احمد، حضرتك معايا؟ لو حضرتك موجوده اكتبي واحد. أستاذة سعاد، أستاذة سعاد حضرتك سامعاني؟ أستاذ رامي، رامي، أستاذ محمد عصام، أستاذ أمان، أستاذة أماني طعيمة، أستاذة بوسي هلال، أستاذ أحمد شنشن، أستاذ رائف جمال، ميستري أوف لايف، أستاذ علاء، أستاذة آية، الحب الضائع، محمد أحمد،
مسعد ابو الفتوح، مروه عيد، ساره، قالت سامح، وعبود. كل الناس دول هيكتبوا لي مين بيحب نفسه ومين ما بيحبش نفسه. مش هقدر اتنقل النقطه التانية الا اذا كنت عارفه مين بيحب نفسه ومين مش بيحب نفسه. اتفضلوا حضرتكم اكتبهم. عبود بيحب نفسه، جميل. بقيه الحضور الكريم، ناس رائعين متحفزين ذاتيا عشان يحضروا محاضره عن التحفيز، لازم يكونوا معايا، لازم يكون في تحفيز. مين كمان بيحب نفسه؟ مشاركه كمان. مين بيحب نفسه؟ يعني انا افهم كده ان الباقيين مش بيحبوا نفسه. طيب ماشي. إذا لم تحب نفسك فلن تصل إلى حب الآخرين. إذا لم تحب نفسك فلن تصل إلى حب الآخرين. وعشان توصل لحب نفسك لازم قبل ما تكون بتحب نفسك بتحب ربنا. توصل لحب الله سبحانه وتعالى. لأن حب ربنا ده اللي بيديك القوة الدافعة إن تخليك تتحفز ذاتياً وتحب نفسك، وتقدر ان انت تواجه مصاعب الحياة وكل الشدائد اللي بتقابلك فيها. لازم نكون بنحب نفسنا الاول عشان نحب الناس اللي حوالينا، ونحب الناس اللي حوالينا من حبنا لنفسنا، وحبنا لنفسنا جايبينه من حبنا لربنا. ربنا لما خلقنا في حق احسن تقويم، وكرمنا على كل المخلوقات في البشر وكل الكائنات، يعني خلانا مكرمين عن كل الكائنات اللي ربنا خلقها تانية. خلى بني آدم ده مكرم، فازاي انت مش بتحب نفسك وربنا اداك المكانة والتكريم ده كله؟ يبقى كلنا بعد كده لازم نحب نفسنا. وعشان تحب نفسك لازم تكون متصالح معاها. حاول تعرف ايه الحاجات الحلوة اللي جواك تفعلها وتنميها، والحاجات اللي مش كويسة انك تتغلب عليها وانك تعدل فيها. لو حبيت نفسك هتبقى محفز ذاتيا طول الوقت، لان انت بتستمد التحفيز من حب الذات. بس طبعا يكون حب نفسي يعني معتدل، اللي هو فيه ما يكونش وصل لدرجه الكبر والغرور، ان انا بحب نفسي قوي وشايف نفسي قوي، وان لا مش هوصل للتحفيز. لو انا بحب نفسي بقدر معتدل، لاني بحبك يا ربي، لان انا عارف يا رب ان انت خلقتني وكرمتني وخلتني من احسن ان انا اعيش الحياه دي، ان انا استاهل ان انا اعيش الحياه دي كبني ادم مش كاي حاجه تانية، يبقى انا موجوده في الحياه دي عشان هدف، عشان معنى، فلازم تكون قد الحياه. دايما اقول خليك قد معركه الحياه، اخرج منها منتصر. يعني الحياه دي بسميها معركه ليه؟ لان بيبقى فيها مش بقابل فيها كل حاجات حلوة. في حاجات كتيرة قوي بتمغص عليا حياتي، في حاجات كتيرة قوي بحس ان انا غير راضي عنها. ساعات بحس ان انا بستاهل حاجات افضل من اللي موجودة عندي. فدايما خلي عندك الرضا بالله، وترضى باللي ربنا قسمهولك، وتتفاعل معاه تفاعل ايجابي، هتلاقيك وصلت لاعلى اعلى اعلى ما كنت عايز توصل ليه. بس دايما خليك مع ربنا، واللي دايما بيبقى مع ربنا بيبقى محفز ذاتيا طول الوقت. طول ما انت قاعد انت محفز ذاتيا، لان انا معاك يا رب، انا معاك يا رب، اللي هتعمله لي انا هرضى بيه وهتفاعل معاه، وهلاقي فيه الحاجات الحلوه في وسط الحاجات اللي انا مش شايف انها حلوه. هطلع انا بقى، طلع الحاجات الجميله بقى مهما كان الموقف والصعوبات اللي بقابلها في حياتي. لو انتوا عملتوا دي ان شاء الله هتكونوا محفزين ذاتيا طول الوقت، لان انا عايز اوصل في الاخر للصوره النهائيه، عايز امشي في الطريق الصحيح اللي يوصلني للجنه. انا حياتي دي مؤقته، مهما انا عشت فيها فهي مؤقته، ومهما طالت الحياه فانتوا عارفين المسير، يعني هيكون النهايه ايه، ان احنا هننتقل من دار الى دار. فخليك قد معركه الحياه واخرج منها منتصر، وخليك سعيد في حياتك وسعيد في اخرتك. هتوصلها ازاي؟ انك تكون محفز ذاتيا بحب الله سبحانه وتعالى. متفقين ولا مش متفقين؟ اللي موافق على الكلام يكتب واحد،
اللي موافق على الكلام يكتب واحد. انا اعتقد تمام. يبقى دلوقتي التحفيز من حبي لربي يتبع حبي لنفسي يتبع حبي للناس عشان اوصل وانا خارجه من معركه الحياه وانا محققه كل احلامي وامالي، وصلت لاخر الطريق وانا سعيده ومبسوطه وان شاء الله انال رضا ربنا في الاخره. ننتقل بعد كده من انواع التحفيز، نيجي بقى لحاجه جميله قوي، التحفيز النبوي. قدوة بتاعتنا في التحفيز والقائد بتاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. النهاردة احنا يعني بنتكلم، وامبارح كان المولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فمن أجمل أنواع التحفيز التحفيز النبوي. يعني دايما الرسول كان بيدينا حاجات حلوة قوي، يعني الحاجات اللي نمشي بيها في حياتنا. من أجمل ما قيل عن التحفيز إن الحديث اللي قاله عن الرسول عبد الله بن مسعود: تعودوا الخير فإنما الخير عادة. كيف تتعود على عمل الخير؟ يعني أنت لو قعدت تتعود تعمل خير، أنا هعمل خير أنا هعمل خير، هيتحول الخير عندك إلى عادة. وكل ما تعمل خير، كل ما يتحول لعادة، أنت بتكسب حسنات وبتبقى محفز، لان انت بيبقى عندك الرغبة والدافع ان انت تعمل خير اكتر. لما تلاقي نفرض مثلا ابسط الاشياء، ابسط الامثلة اللي ممكن تعملها خير، لو انا ماشي في الشارع ولقيت ست كبيرة وعايزة تعدي الطريق وخدت ايدها وعدتها الطريق، مش بتحسوا بسعادة؟ في حد حصل معاه الموقف ده وحس بسعادة؟ في حد ما حدش حصل معاه الموقف ده، ان هو يكون في ست عايزه تعدي الشارع وان انا اكون امسك ايدها واعديها؟ انت عارف الدعوه الجميله اللي هي بتدعيها لك دي او بتدعيها لك دي بيبقى مردودها ايه؟ انت عملت خير، وممكن بعد كده تكون فرحتي قوي بالدعوه او فرحتي بالدعاء اللي هي دعته لك الست الكبيره دي، وبعد ذلك انت بتنسى الموقف، لكن الخير اللي انت عملته بيترد عليك في موقف تاني. ربنا بيبارك لك في صحتك، ربنا بيبارك لك في مالك، ربنا بيبارك لك في ولادك، في حياتك، في شغلك، بيبقى فيه الخير ده بيبقى مردود عليك. مهما عملت حاجة صغيرة خير بيترد عليك بحاجة كبيرة أكتر. فدايما نتعود على عمل الخير عشان يصبح عندنا عادة، وكل يوم أعود نفسي إن أنا أعمل خير مختلف عن الخير التاني. يعني انا اقوم الصبح ان شاء الله يا رب، انا ان شاء الله انا هعمل حسنات، انا هعمل هعقد النية ان انا اعمل حاجة تكون في ميزان حسناتي، هعمل خير. الخير ده ان انا امشي في الشارع مثلا لقيت مثلا سيدة تبسمت لها، يبقى انا اخدت حسنة، اخدت بايد زي ما احنا قلنا ست كبيرة وعدتها الشارع، ادي خير. رحت الشغل كلمت زملائي بطريقه ظريفه، وازيكم واخباركم ايه وعاملين ايه وازاي ولادكم، ادي خير. خدت حسن. طول ما انا قاعده عداد الحسنات قاعد ايه يعد ويتكتب لي، وفي نفس الوقت انا بحس بسعاده وعندي رغبه ان انا اعمل خير اكتر، فببقى محفزه طول الوقت. التحفيز من الحاجات البسيطه دي بتخليني اتحفز للاهداف الكبيره اللي بعيش فيها حياتي او اللي انا عايش عشانها. فدايما ناخد الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: تعودوا الخير فإنما الخير عادة، على أساس إن لما أتعود على الخير هيصبح عندي عادة، وهتبقى عادة جميلة جدا، هتمحو سيئات كتيرة جدا وهتمحو عادات سيئة عندي، لأن هتحل مكانها، فهيبقى دايما أنا بسعى للخير. في حكمة جميلة قوي بتقول: ما دمت تنوي الخير فأنت بخير، ما دمت تنوي الخير فأنت بخير. كل ما تكون نيتك ان انت تعمل خير، اعرف ان انت بخير. كل ما هتعمل حاجة خير انت بخير. بقية الحكمة بتقول: فاحرصوا على النوايا لانها تكتب. وفعلا ربنا لما بيبقى ناويين ان احنا نعمل حاجة، لما احنا ناويين ان احنا نعمل حاجة وخلاص هنعملها وحصل ان احنا ما عملناهاش، مش بتكتب لنا وبتتكتب لنا ولا لا، ربنا بيكتبها علينا حسنة. فإذا فعلها الإنسان
كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يبقى أنا لو أنا عندي نويت إن أنا أعمل خير وعقدت نيتي إن أنا أعمل خير فهي بتكتب. الحكمة بتقول يا ريت كلنا نركز في الحكمة، ما دمت تنوي الخير فأنت بخير، فاحرصوا على النوايا لأنها تكتب. خلي دايما نيتك خير عشان كل ما كانت نيتك خير هي بتكتب لك حسنات، فإذا فعلتها اتعملت لك عمل صالح والحسنة أو حسنة والحسنة بعشر أمثالها. مين اللي مش عايز الخير ده يتعمل؟ ده احنا محتاجين حسنات في كل حياتنا، احنا محتاجين الحسنات عشان تمحو السيئات اللي احنا بنعملها، عشان ان شاء الله يبقى الميزان يكون ممتلئ يعني ايه بالخير دائما. تمام كده يا جماعة؟ فدايما نكون متحفزين ذاتيا في القراءة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في موقع على الانترنت اسمه موقع دكتور احمد سيد كردي، ده بيتكلم عن التحفيز النبوي، التحفيز والأسرة والمهارات والتنمية الذاتية. فاللي حابب يستزيد من التحفيز النبوي بيدخل على موقع دكتور أحمد سيد كردي، وبيقول فيه قصص جميلة قوي. أنا كان نفسي أقول قصص أكتر من كده بس عشان وقت المحاضرة، عن التحفيز النبوي زي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع من يخدمه، إنه يحفزه إنه يتزوج، إن الناس تكون محفزة في توزيع الغنائم. كان يعني سبحان الله بيحفز الناس دائما، بيقوم بتحفيز الناس للأفضل عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يستزيد من القراءة في التحفيز النبوي فيدخل على الموقع وإن شاء الله يكون خير معين له. إيه بقى مولدات التحفيز؟ نعد أقول تعودوا الخير فإنه عادة واحرصوا على النوايا لأنها تكتب. من أول مولد، الأول حاجة الدينامو اللي بيشعل شرارة التحفيز النية، اللي موافق ان النية دي اهم حاجة في توليد التحفيز يكتب لي واحد، اللي موافق من الحضور والناس اللي معايا المميزين ان النية دي اهم حاجة بتولد التحفيز يكتب لي واحد. جميل رائع. طب مين مش موافق؟ مين اللي حاسس ان انا يعني النية دي لأ مش هي المولد، في حاجات تانية ممكن تبقى اهم من النية؟ يكتب لي اتنين. تمام، في حد ناوي يكتب اتنين؟ في حد مش ناوي يكتب حاجة؟ كلهم مش ناويين يكتبوا حاجة خالص. هي فعلا النية أهم حاجة من مولدات التحفيز. أول حاجة النية، لازم دايما أعقد النية إن أنا أكون محفزة ذاتيا. لازم أكون بعقد النية إن أنا أكون محفزة ذاتية، وعشان أعقد النية لازم أكون مستعد دائما، أكون مستعد دائما إن أنا أكون نيتي خير، نيتي نحو الهدف اللي أنا عايزة أحققه. طيب إيه النية دي بتيجي إزاي؟ بتيجي بالاستمرار. يعني ايه الاستمرار ده؟ يعني انا افضل ايه؟ انا مستمرة ان نيتي تبقى ان انا محفزة ذاتيا، انا مستمرة إن... لا طبعا، استمرارك ان انت تردد بينك وبين نفسك في حوارك الداخلي ان انت هتستمر في عملية التحفيز. ان شاء الله انا هعقد النية ان انا اكون محفزة، ان شاء الله انا مستمرة في ان انا اوصل لهدفي، إن شاء الله نيتي خير إن أنا أحقق الهدف اللي أنا نفسي أحققه. كل ده بيولد عندك التحفيز، والتحفيز جاي من النية. أنا نيتي كذا، أنا نيتي كذا. يعني مثلا إيه، في حد بيتكلم مع نفسه يقول أنا أنوي إن أنا أعمل كذا. مش مفروض إن إحنا قبل ما بنعمل حاجة بنكون نيتنا خالصة لله قبل العمل؟ هي دي برضو كده، عشان أتحفز تحفيزا ذاتيا من جوايا أنا لازم نيتي تبقى مستمرة، أنوي باستمرار، أجدد النية. إن شاء الله بإذن الله أنا بجدد نيتي إن أنا أستمر في عمل كذا عشان يوصلني لكذا. لو أنت استمريت في عقد النية باستمرار وتجديدها يوميا، واستمريت على العمل ده لمدة، يعني مثلا إحنا بنقول إن في التنمية البشرية إذا حولت الاعتقاد اللي عندك لهدف، والهدف الى ثابت، والثابت اللي انت يعني ايه حاولت، يعني انا مثلا انا اعقد ان شاء الله النية باذن الله ان انا
هدخل مثلا كلية معينة إن شاء الله بإذن الله. طب إيه الخطوات اللي أنت بتاخدها عشان توصل لكده؟ إن أنا أذاكر كويس، إن أنا أجيب مجموع، إن أنا أحاول إن أنا آخد أستعين مثلا بدروس، إن أنا أشوف مواقع بتخليني يبقى المادة العلمية اللي عندي أقوى وأقوى، المعلومات اللي بجمعها عن المواد اللي أنا بدرسها تكون أكتر، أبقى ملمة بكل الجوانب اللي بيتكلم عليها الموضوع أو المادة الدراسية. فدايما أنا بستمر في عقد النية إن أنا إيه أبقى، ده بيولد التحفيز عشان توصل للهدف. الاستمرار ده بيتحول بعد كده إلى عادة، بيتحول إلى ثابت. يعني دايما لو أنت عايز توصل لهدف معين وقعدت تكرر الهدف ده بينك وبين نفسك من 6 أيام ل 21 يوم، من 6 أيام ل 21 يوم، نخلي بالنا من المدة، كل يوم بعمل فيه أو بإن أنا بجدد نيتي فيه مع اتخاذ الخطوات ليه، زي ما أنا قلت إن أنا أحفز نفسي، إن أنا أخد كورسات معينة، إن أنا أحضر دورات تدريبية معينة، إن أنا أزود المعلومات عن المادة العلمية اللي أنا بجمع عليها، إن أنا أخد آراء الناس في مدى صعوبة المادة أو سهولتها. في حاجات كتير أوي لو أنا فضلت أخد مستمرة في اتخاذ خطوات في إن أنا أوصل للهدف بتاعي، فده بيبقى عندي توليد للحافز الذاتي مستمر، وده بسميه بيوديني للحاجة التانية اللي بعد الاستمرار اللي هي الإنجاز. الإنجاز الخطوات، بعض الخطوات العملية اللي أنا هاخدها عشان أحقق الحلم ده أو الهدف ده اللي أنا محفزة عليه تحفيز ذاتي طول الوقت. بيوصلني للمرحلة الثالثة اللي هو العمل، ببتدي أعمل، ببتدي أذاكر كويس جدا، ببتدي باخد كل المعلومات اللي أنا خدتها من كل الناس اللي حواليا وأبتدي أترجمها لعمل، بعمل الكتب اللي أنا عايزة أستزيد منها، بكتب عليها ملاحظاتي، ببتدي أذاكر، ببتدي أكون عندي كذا مصدر بفعله بقوله في الامتحانات. يعني أكتر الناس اللي بيبقوا ما شاء الله متميزين في إنهم بيجيبوا درجات، في ناس بتحفظ لكن في ناس بتكون بتفهم، وما بتفهم بتبقى جايبة من كذا مصدر وبتعمل عملية ربط بين المصادر اللي اتعلمتها، ده بيكونوا أكتر الناس إبداعا، لأنهم بيكونوا محفزين ذاتيا طول الوقت، بيعقدوا نيتهم وبيستمروا في العمل اللي هم بيعملوه، وبيعملوا بعض الخطوات اللي بتوصلهم للنية دي للعمل ده، وبعد كده يعملوا العمل نفسه. فما بيعملوه بيعملوه بإجادة وإتقان، وبيحصلوا على درجة الدرجات النهائية في الأعمال سواء طلبة أو غير طلبة. زي بالظبط برضو اللي يحب إن هو يشتغل في مؤسسات أو إدارات كبيرة أو بنوك، بيبقى عاقد نيته في الأول محفز ذاتيا إن شاء الله أنا هشتغل في البنك ده، وبيبقى محدد هدفه، الهدف بتاعه بيبقى محدد وعارف ان هو هيعمله في وقت مثلا زمني سنة 2 3، هو عارف ويكون واقعي، انا هشتغل في البنك الفلاني، انا هشتغل في المكان الفلاني لان انا عندي المؤهلات، انا مثلا بكالوريوس تجارة، طيب ازوده ازاي؟ ان يكون اخد دورات في المحاسبة، اكون اخد دورات في الكمبيوتر، اكون اخد دورات انجليش. فكل ده بيخليني بعد عملية الاستمرار أنجز بعض الإنجازات. بعد ما استشير الناس أنا عايز أشتغل في المكان ده، وأروح أقدم السي في بتاعتي، وأروح أقدم ورقي، وأقابل الناس اللي هناك، وأعمل علاقات مع الناس اللي هناك، بعد كده إن شاء الله يجي لي الشغل ويتحول إلى عمل، يتحول إلى عمل. فأعقد النية على الاستمرارية، وإن أنا أخد خطوات عملية لعمل الهدف بتاعي إن شاء الله بعمله وبوصل اللي أنا عايزاه. يبقى أهم مولد من مولدات التحفيز هو النية. تمام؟ النية يا جماعة مش حاجة بتيجي في بالي كده خاطرة، لا دي العملية أكبر من كده بكتير. ده النية ديت مش حاجة هتروح وتيجي، دي حاجة هتلازمني. ليه حاجة هتلازمني؟ لأنها عبارة عن قيم ومشاعر واعتقادات. يعني إيه؟ مش إحنا قلنا إن احنا لو حرصنا على فعل الخير ونوينا ان احنا خير، ان نعمل الخير انها هتكتب لينا، يبقى ده داخله في القيم بتاعتنا، داخله في الدين بتاعنا، ربنا امرنا ان احنا ايه نيتنا تبقى طول الوقت طيبه، ما تكونش فيها اي شيء سيء، فيبقى دي القيم بتاعتنا، يبقى النيه بيدخل فيها القيم. بقعد كده اشوف ان انا نيتي خير وان انا نفسي اعمل حاجه كويسه، فبنلاقي بيتبع القيم دي عباره عن مشاعر، الاقي شعوري طيب، الاقي حالتي النفسيه كويسه، الاقيني حاسه بهدوء وسكينه جميله. في حد بيحس الاحساس ده وهو قاعد مع نفسه؟ يحس ان هو عنده
القيم الحلوة الموجودة جوانا بيبقى بيصاحبها مشاعر، مشاعر راقية، مشاعر جميلة، مشاعر سامية، ان انا اكون حاسة بالهدوء والراحة والاطمئنان. يا رب اي حاجة يا رب انا هعملها ان شاء الله خير، وان شاء الله في ميزان حسناتي، وانها هتكون انت يا رب هتجزيني عنها خير. كلنا بنحس الاحساس ده، مجرد ان انت بتوصل لحالة الاحساس ده بتتحول عندك الى معتقد ايجابي. يعني اعتقاد ايجابي يعني ايه؟ خلاص انا اعتقدت ويقيني بالله ان انا هنفذ ده. مجرد ان انت تعتقد وتؤمن ان نيتك خير وان النية ديت هتوصلك للهدف اللي انت عايزه، تأكد ان انت هتوصل لأي هدف حتى لو قالوا عليه مستحيل. واحنا دايما بنقول مفيش مستحيل، كل شيء بالصبر والإرادة والعمل والاجتهاد بتوصل اللي انت عايزه. ما تستعجلش في الخطوات اللي انت عايز توصل ليها، لان انت ان شاء الله هتوصل. دايما الاستعجال بيخليني ابقى مش مرتبة في افكاري، زي بالظبط اللي طالع على السلم. وانت طالع السلم، مش احنا لو وقفنا في اول السلم وجينا نطلعه جري بنوصل لاخر السلم واحنا بننهك وتعبانين ومش حاسين اصلا ان احنا حققنا حاجة وان احنا طلعنا السلم؟ مش ده احساسنا كلنا؟ لكن لو انت طلعت من اول السلم سلمة وقفت شوية بس، ارجوك وانت واقف على السلمة عشان تفكر تطلع السلمة التانية، مش تقف على السلمة وتثبت عليها. يعني دايما اطلع السلمة وخد وقت مناسب بس ما يكونش طويل قوي عشان تطلع السلمة التانية، وبعدين تطلع السلمة التانية وتقف عليها شوية وتاخد وقت مناسب وتقرر وتنوي هتعمل ايه في السلمة التالتة لغاية ما توصل لنهاية السلم. لما بتطلع خطوة خطوة بتحس بجمال، وان انت بجمال ان انت وصلت. يعني ايه؟ انا حققت الهدف بتاعي واستمتعت بيه، وفي نفس الوقت كنت ثابت وانا بطلعه. يعني ما تهزتش وانا طالعه السلم، مش هرجع تاني ان شاء الله، مش هرجع لاول السلم تاني، لان انا طالعاه بثبات وقوه ومفكره فيه كويس جدا قبل ما اخطي اي خطوه او اي سلمه فيه. فدايما نخلي دايما نعقد النيه انها تكون من قيمي، ودايما المشاعر اللي صاحبها تكون مشاعر قويه، مشاعر ايجابيه، واعتقد اعتقاد ايجابي في نفسي ان انا ان شاء الله هحقق كل الاحلام اللي انا نفسي فيها. تمام كده ولا هنقول دلوقتي، ولا احنا لسه مش مقررين ان احنا نكون محفزين ذاتيا؟ القرار قرارك دلوقتي ان انت تكون محفز او غير محفز. طيب مين يحب ياخد المايك ويسمعني صوته وهيقول انا محفز ذاتيا؟ اللي عايز المايك يا جماعة، اللي عايز المايك، اللي هياخد المايك دلوقتي هيقول بصوت عالي لكل الناس انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. أستاذ عبود هتاخد المايك؟ لو عايز المايك اكتب لي واحد تاني بعد إذنك. أستاذ عبود مين هياخد المايك يا جماعة؟ الحضور اللي معايا موجود؟ الناس موجودين معايا يا جماعة؟ أستاذ عبود مين عايز ياخد المايك؟ مش عايز المايك، يبقى لسه حضرتك ما تحفزتش ذاتيا التحفيز الكافي يا استاذ عبود. تمام، مين حابب ان هو ياخد المايك يا جماعه ويقول انا محفز ذاتيا؟ ها طب شيري، ايه رايك يا شيري تشجعيهم وديك المايك وتقولي انا محفزه ذاتيا؟ شيري، شيري، احمد، ما احنا لازم نقول، لان احنا لو ما رددناش بينا وبين نفسنا عمرنا ما هنوصل للتحفيز الذاتي. شيري اديك المايك. اتفضلي.
يلا. هنقول كلنا، هنقول أستاذ محمود. المايك دلوقتي معانا يا جماعة. تمام رنا، ها مين هيقول انا محافظ ذاتية؟ انا محفز ذاتيا، لازم كلنا نقول، مش هنوصل بالتحفيز للهدف اللي احنا عايزينه الا اذا قلنا وخرجنا اللي جوانا وقلنا انا محفز ذاتيا. مين هيقول؟ يلا يا جماعة يلا كده نتشجع. لا لازم تخرجها من جواك يا استاذ عبود. طب جرب كده والله، احنا عايزين نسمع صوتك. مش هيحصل حاجه. تاكد ان انت لو قلت انا محفز ذاتيا هيولد عندك التحفيز الذاتي، وهترتاح نفسيا، وهتعرف بالظبط انت الهدف بتاعك ايه. يلا يا جماعه. يلا طب مين اخد المايك؟ مين اللي المايك عنده مفتوح دلوقتي؟ انا محفز ذاتيا. مين هيقول انا ما ينفعش اتنقل للنقطة اللي بعد كده، لازم حد يقول انا محفز ذاتيا. مين هيقول انا محفز ذاتيا؟ طب مين هيكتبها؟ نكتبها الاول، كل الحضور الكريم يكتب انا محفز ذاتيا. نكتب انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. لازم حد منكم يقرر ان هو يقول وبصوته. ما مش هينفع والله، ما هو نافع. انا محفز ذاتيا. تمام. ما عنديكيش مايك يا ساره؟ طب لو سمحتي يا ساره اكتبي على طول انا محفزه ذاتيا لغايه ما اقولك ما عنديش، تكتبي بدل ما عنديكيش مايك. انا محفز ذاتيا، انا محفزه ذاتيا. رنا هتكتب كمان. تمام كل الحضور يكتب انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا، انا محفزه ذاتيا. شفت انا وصلت لغايه في انا محفزه ذاتيا؟ كل الناس تكتب، انا شايفه مين اللي بيكتب ومين اللي ما بيكتبش. ساره كتبت كتير، باقي الحضور، باقي الحضور يا جماعه ده ما فيش فيها، ده مهم جدا في التحفيز ان انت تكتب وتقول بصوت عالي انا محفز ذاتيا عشان تتحفز ذاتي. ما احناش هنعمل حاجه في حد والله. انت موافق؟ بس المهم مش هنتنقل للنقطه التانيه، لا لازم اقول انا محفز. اكتب انا محفز ذاتيا. تمام انا محفزه ذاتيا، انا محفزه ذاتيا. ساره برضو ورانا اللي بيكتبوا، الباقيين ايه محروجين يكتبوا ولا ايه، ولا مش معانا؟ تمام انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. جميل انا محفز ذاتيا. ساره كتبت كتير، تمام كفايه عليك كده يا ساره. عبود كتب ها انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. جميل انا محفز ذاتيا. طب رددها بينك وبين نفسك دلوقتي، هناخد بس دقيقة كده، دقيقة قولها
وانت بتكتبها في سرك، انا محفز ذاتيا، نكتب ونقول في سرنا، نكتب ونقول في نفسنا، نكتب ونقول واحنا جوانا ان احنا حاسين فعلا ان احنا محفزين تحفيز ذاتي. يلا يا جماعة، جميل، برافو عليك يا رنا، صراحة رائعة. مين هيكتب تاني؟ انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. جميل جميل. كمان انا محفز ذاتيا، لازم يبقى فيه استمرار، لازم ان انا يبقى حاسه فعلا ان انا بقول ان انا محفزه، وان التحفيز ده داخل معايا بمشاعر واعتقاد كامل ان انا هكون محفزه ذاتيا، عشان يفضل معايا على طول، يبقى فيه استمراريه، ما يضيعش مني التحفيز. انا محفز ذاتيا. جميل 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 جميل. بشكركم بشكركم بشكركم، ولكل الناس اللي ما شاء الله اللي كانت رائعة، وكل الناس اللي كانت متفاعلة معايا، اقول لهم دلوقتي انتوا وصلتوا نص الطريق للتحفيز، وانا هديكم النجوم دي، ومش هتكون 3 نجوم، هتكون 5 نجوم. بشكركم. لازم حضرتك تقرر دلوقتي، او انت تقرري دلوقتي، ان انت تكونوا محفزين ذاتيا. لو انت ما قررتش الوقت ان انت تكون محفز، عمرك ما هتوصل لحالة التحفيز. لازم تقرر بينك وبين نفسك ان انت تكون محفز ذاتيا. تمام، هننتقل بعد كده للنقطة اللي بعدها. الحوار الداخلي من اهم النقاط، او من اهم مولدات التحفيز. بيجي بعد النية. هو مش بيجي بعد النية، لانه اصلا هو مرتبط بالنية. هو انا مش اما بنوي انا هنوي ان انا ان شاء الله ان انا اكون محفزة، مش ده حوار داخلي بيني وبين نفسي؟ يبقى هو الحوار الداخلي جزء من النية، جزء من النية. عشان كده دايما بيجي بعد النية. يعني انا بقول انا بنوي، وعشان استمر في عملية النية دي واوصل للتحفيز، يبقى في كذا حوار انا اجريته مع نفسي. يبقى الحوار الداخلي من اهم مولدات التحفيز. الحوار الداخلي بيبقى عبارة عن 3 حاجات، يا اما صورة، يا اما صوت، يا اما مشاعر. صورة عن ذاتي، انا راسم لنفسي صورة ايه؟ زي ما انا قلت، انا راسم لنفسي صورة عن نفسي ايه؟ هكون ايه؟ هوصل ايه للهدف بتاعي؟ صورتي هيكون شكلها ايه؟ هكون لابسة ايه؟ هكون في المكان هو؟ هكون محققة ايه؟ هكون عندي كام سنة؟ هيكون الناس اللي حواليا بيكونوا يعني مثلا اسرتي قد ايه؟ اسرتي هتكون معايا ولا لا؟ هكون في نفس المكان اللي فيه الاسرة، ولا هكون في مكان تاني؟ كل ده بيترجم في الحوار الداخلي للتحفيز عن صورة، لان انا رسمت لنفسي صورة هوصل بها لهدفي. الحوار اللي بيني وبين نفسي كان انا رسمة له صورة في خيالي جميلة ورائعة، وانا مؤمنة ومعتقدة تماما ان انا هحقق الصورة دي. تمام، يبقى الحوار الداخلي بيكون مرتبط بصورة. الصورة بيتبعها مشاعر، بحس ان انا مبسوط، بحس ان انا فرحان، بحس ان انا انجزت حاجة، فبحس بالسعادة وبالنجاح. فدايما الصورة في الحوار الداخلي بيتبعها مشاعر، والمشاعر بيتبعها صوت. انا سمع الناس بتسقف لي، انا سمع الناس هم ان انا متحفز ذاتيا على طول، بيقولوا له برافو، انت وصلت لهدفك، انت كنت رائع، انت كنت متميز، انت كنت تستحق كل اللي انت وصلت له. يبقى انا دلوقتي عشان اولد التحفيز لازم يكون عندي حوار. لا، الصوت عندي كويس يا علمية. في حد عنده صوت مش الصوت واضح؟ اللي سامعني يا جماعه يكتب واحد. في الصوت واحد؟ طيب، يعني في ناس سامعاني؟ ها، ممكن يكون المشكله عندك يا علميه، اللي ما عندكيش صوت يمكن المشكله تكون عندك. حضرتك اخرجي من القاعه وادخلي تاني، او تاكدي من اعدادات الصوت اللي عندك، اتاكدي من الاعدادات اللي عندك والسماعات تكون متوصلة صح، والمايك يكون والسماعة تكون متوصلة صح في المكان بتاعها في الكمبيوتر.
يبقى دايما الحوار الداخلي بتاعي بيبقى عبارة عن صورتي عن ذاتي، صورتي عن ذاتي فيها مشاعر حلوة قوي هوصل لها، وهتكون في مصحوبة بصوت، لان دول هيكونوا اهم حاجة ان هم يكونوا محفزين ليا في التحفيز الذاتي بتاعي. تمام كده، يبقى احنا دلوقتي هنكون خلاص عقدنا النية وعملنا حوار بيننا وبين نفسنا ان احنا ان شاء الله هنوصل نبقى محفزين ذاتيا طول الوقت عشان نوصل للهدف بتاعنا. دايما نخلي في بالنا الحكاية دي. ايه برضو من مولدات التحفيز؟ ممكن حد يقول لي الصورة دي بترمز لايه؟ انا رافعة يعني الصورة دي فيها التين، والتين عبارة بيطلعوا نور، والنور او النور اللي حوالينها مطلع الوان طيف. ممكن تحس ان انت وانت شايف الصورة دي ايه اللي بيولد التحفيز عندك لو انت بصيت للصورة دي قوي؟ الصورة دي بتدل على ايه من مولدات التحفيز؟ مين اللي هيقدر يقول لي الصورة دي عشان ياخد، هياخد نجوم وسقفة مش نجوم بس. ما شاء الله يا سارة طاقة ما شاء الله، يعني انت حاسة ان من مولدات التحفيز الطاقة، ما شاء الله عليك. جميل جميل، سارة بتقول طاقة. طب في مشاركات تانية؟ عبود بيقول الدعاء إلى الله. ما شاء الله ما شاء الله جميل. اسمحوا لي ان انا ابعت لكم النجوم والسقفات دي. برافو عليكم، لازم يكون عندي الطاقة. شيري بتقول الصفاء الداخلي. ما شاء الله ايه الجمال ده، ما شاء الله عليكم، ايه الحاجات الجميلة اللي انتم مطلعينها من الصورة دي. ده دليل على انكم بدأتوا فعلا محفزين، ما شاء الله عليكم. لا ده انتوا رائعين النهاردة. ابتدى التفاعل اهو عشان نوصل لعملية التحفيز. كل النجوم لكل الناس الموجودين في القاعة، وكل التسقيف ده لان انتوا فعلا رائعين رائعين. مولدات التحفيز الدعاء لربنا، ان دايما ادعي ربنا، ان دايما اتوجه له بالدعاء، وان دايما يبقى عندي الطاقة والصفاء الداخلي عشان احقق التحفيز بتاعي. لازم اكون وانا بتكلم مع نفسي عندي صفاء. انا قلت دايما ان الحوار والنية بيتبعه مشاعر، والمشاعر لازم تكون راقية وسامية. فهتيجي المشاعر الراقية والسامية منين؟ ان انا اكون صافية من جوه، عندي سكينة، حاسة بالاطمئنان وامان، لان انا مع ربنا. انا بدعيه ان شاء الله يستجيب لدعائي، ان انا اعقد نيتي ان انا اكون احقق هدفي، ودايما ده بيكون متصل بالنية، فانا بوصل لاعلى درجات التحفيز. اجمل حاجة ان انت تقعد مع ربنا تكلمه وتدعيه وتحس بالمشاعر الجميلة قوي، ان انت ربنا قريب مننا قوي، اقرب من احنا نتصور. يعني بتخرج من الحوار بتاعك ده مع ربنا بدفعة وشحنة وطاقة هائلة لتحقيق أحلامك وأهدافك في الحياة. فدايما نتوجه بالدعاء لربنا على أساس إن إحنا بالدعاء ده يكون حجر أساس أو من ضمن البناء اللي إحنا بنبنيه عشان نولد التحفيز عندنا عشان نوصل للهدف بتاعنا. فدايما نكثر من الدعاء. بعد كده لازم يكون عندي تركيز، لازم أكون مركزة قوي 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 عشان يكون عندي تحفيز. ليه بقى لازم أكون مركزة؟ طب يعني أنا ما ينفعش بقى مش مركزة كده ويكون عندي تحفيز؟ لا ما ينفعش، لازم أكون مركزة. لازم الحالة اللي أعيش فيها عشان أعقد نيتي وأعمل حوار داخلي مع نفسي ويكون عندي الطاقة الحلوة اللي أطلعها وأترجمها بتحفيز جميل قوي 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 عشان اوصل لاهدافي، لازم يكون مركز. والتركيز برضو ثلاث حاجات، وضافوا عليهم الحاجة الرابعة اللي هي الاعتقاد، ان انا افكر ان انا اركز وانا بعقد النية ان انا اكون محفزة ذاتيا. والتفكير ده هيوصلني لشعور جميل ان انا ان شاء الله ان شاء الله هكون محفزة ذاتيا، فحس بنفس الاحساس اللي احنا قلنا عليه من الصفاء والهدوء والسكينة،
واحس ان انا امنه، ان انا مش خايفه من حاجه، ان انا مهما يعني يحصل مش هكون قلقانه ولا حاسه بعدم الامان. لا، ده انا ان شاء الله هكون شعوري طيب وهكون شعوري متماسك ان الامور هتمشي معايا كويس. بترجمه للسلوك لما ابتدي افعل نيتي دي واخد خطوات لعمل هدف معين وانا محفزه. اجمل حاجه وانت بتعمل الهدف ان لازم سلوكك وانت بتعمله يكون يعني انت متحفز وانت بتعمله، عشان يبقى عندك القوه الدافعه والطاقه الكافيه ان انت تعمل العمل. ممكن الهدف اللي انت عايز توصل ليه يكون بيحتاج خطوات كتيره، وزي ما احنا قلنا بيحتاج صبر كتير ومش بيجي على طول وبياخد وقت زمني معين. فلازم تستمد من شعورك وفكرك وإيمانك بفكرتك وبهدفك إن أنت تسلك سلوك يكون في بعض الأوقات اللي يوصلك للهدف اللي أنت عايز توصله. لازم تكون أنت دايما سلوكك بيوصلك لهدفك. وعشان توصل لسلوكك لهدف الهدف ده لازم يكون عندك الاعتقاد، يقيني بالله إن أنا هوصل، يقيني بالله ان انا في التحفيز هوصل لهدفي. دايما نخلي يقيننا بالله، احنا عايزين دايما نعقد النية ويكون يقيننا بالله ان احنا هنحقق الاهداف. في حد منا كان عنده يقينه بالله ان يحقق هدف معين وحققه، بس مش مشكلة يقول الهدف ايه، بس في حد من الحضور كان نفسه قوي يحضر او يعمل حاجة معينة وعملها وحضرها وابدع فيها ووصل للهدف بتاعه؟ لو في حد من الموجودين دلوقتي كان عنده الإحساس ده أو وصل حاجة معينة يكتب لي واحد. أو أنا، ما شاء الله يا سارة، ما شاء الله. في حد كان مركز قوي وعقد نيته قوي 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 إن هو يعمل حاجة واعتقد اعتقاد ويقينه بالله إنه هيعمل، ما شاء الله ما شاء الله. ورانا كمان دايما وعبود كمان، جميل جميل. دايما الاعتقاد واليقين بالله بيوصلني لكل حاجة أنا عايزها. وطول ما أنت عندك يقين بالله واعتقاد أن أنت إيجابي، طبعا الاعتقاد الإيجابي أن أنت توصل للي أنت عايزه، طول ما أنت محفز ذاتيا طول الوقت. والله لو قالوا لك إيه، لو مين، يعني الناس مهما يقولوا مهما يعيدوا، أنا واثق من نفسي وأنا اعتقادي ويقيني بالله أن أنا حقق وبحقق اللي أنا عايزه. وده سر من أسرار التحفيز، وان انت تتغلب على الكلام السلبي اللي انت بتاخده من الناس اللي بره. لو ركزت قوي وعقدت النية قوي وخليته فكر وشعور وسلوك وترجمته لعمل اللي انت الهدف اللي انت عايز توصله، واعتقدت يقينك بالله ان انت هتوصله فعلا، ان شاء الله هتوصل. ان شاء الله تكونوا موفقين دائما ومحققين كل الاهداف اللي انتم عايزين توصلوا ليها ان شاء الله باذن الله. يبقى لازم نكون مركزين قوي واحنا بنعمل الهدف بتاعنا، وعشان نبقى مركزين لازم نبقى محفزين دائما على طول الوقت. انا عايزاكم برضو دلوقتي كل واحد فينا يكتب انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا، اكتبوا على الشات انا محفز ذاتيا، وقولها بينك وبين نفسك بما ان محدش عايز ياخد المايك ويتكلم فيه. يلا يا جماعة، انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. جميل جميل، أنا محفز ذاتيا. التكرار ده بيخليك يدخل في عقلك إن أنت فعلا تحفيز، وبتبتدي فعلا تبقى مستمر في عملية التحفيز اللي بتحقق بيها هدفك. أنا محفز ذاتيا، أنا محفز. ما شاء الله، رائعين رائعين رائعين، مميزين، بشكركم. أنتوا كده وصلتوا تقريبا لنص الطريق عشان نوصل للتحفيز الدائم. بسقف لكم كلكم، حاسه ان انتوا بقيتوا احسن، حاسه ان الامور بقت ماشيه معاكوا افضل من الاول. اول كان عندنا خجل، كان عندنا احراج ان احنا نكتب، كان عندنا يعني تردد ان احنا نقول. دلوقتي ان شاء الله باذن الله وصلنا لمرحله كويسه جدا من مراحل التحفيز الذاتي. اخر المحاضره هنخرج واحنا 100% محفزين تحفيز ذاتي. اي حاجه تقابلنا مش هسمعها، هاخد التحفيز الذاتي الإيجابي بس، وبقية الحاجات التانية مش هسمعها خالص. ناخد كده وقفة بسيطة قوي. هي قصة، القصة دي عجبتني قوي في مفهومها،
وعايزاكم تقولولي انتوا استفدتم منها ايه. القصة بتقول ان كان ابو حنيفة، الامام ابو حنيفة، كان بيمشي في طريقه فلقى طفل، فلقى الطفل ده بيلعب، فابو حنيفة بيقول للطفل ده اياك والسقوط في الطين، يعني هو بيحذر الطفل ان هو يقع في الطين في الشارع. شوفوا بقى الطفل رد على الامام ابو حنيفة وقال له ايه، قال له اياك انت من السقوط، اياك انت من السقوط، لان سقوط العالم سقوط العالم. ناخد بالنا من الكلام، شفت الطفل الصغير بيقول له ايه، بيقول له اياك انت للامام ابو حنيفة، بيقول له اياك انت من السقوط، لان سقوط العالم سقوط العالم. فلما سمع الكلام ده ابو حنيفة اهتز جدا وارتجف، وكان اتعلم من الطفل، وصل له رسالة ان انت دايما قبل ما تعمل الحاجة خلي بالك انت امام، فانت لو عملت حاجة مش على المستوى ده العالم كله هيتبعك وهيمشي عليك وهيمشي على اللي انت بتقوله، فالعالم كله هيسقط معاك. فكان ابو حنيفة لا يفتي الفتوى، كانش بيطلع اي قول الا بعد ما كان بيقعد مع تلامذته ويقعدوا يدرسوه شهر كامل قبل ما يطلع اي فتوى او اي قول او اي حاجة هو بيطلعها. فالطفل الصغير ده هو اللي علم الامام ازاي يكون محفزتين. هو ده دلوقتي هو محفزتين الامام، لان لو مش هخرج حاجة الا واذا كنت مسؤول تماما وواثق تمام ان انا بقولها صح، لان لو قلت اي حاجة غلط والامة مشت ورا الكلام ده انا خلاص، يعني هي هتمشي ورا الكلام اللي انا بقوله، فهتبقى يعني يا اما طلعها لفوق يا اما لا قدر الله انزلها لتحت. اللي عجبته القصة هيكتب لي نجمة، اللي عجبته القصة اللي انا قلتها وحفزته يكتب لي يعمل نجمة. في ناس ما سمعتش القصة ولا ايه؟ انتوا معايا؟ جميل جميل، شكرا شكرا، حلو خالص حلو خالص. نخلي بالنا ان احنا قبل ما نعمل اي حاجة، قبل ما نعمل اي حاجة نكون واثقين تماما في الحاجة اللي احنا بنعملها. طب ايه علاقته بالتحفيز؟ لو انت متحفز ان انت توصل لهدف معين لازم تكون متأكد ان الهدف ده يستاهل انك تكون محفز عليه دائما. بقول تاني، اذا كنت انت عايز توصل لهدف معين وعايز تكون متحفز عشان توصله لازم تكون متأكد ان الهدف ده يستاهل ان انت تكون متحفز دايما عشانه، عشان اما توصله تبقى حاسس فعلا ان انت وصلت الحاجة. نخلي الكلام ده نرتبه بيننا وبين نفسنا ونؤمن بيه عشان ان شاء الله يترجم الى افعال واعمال ونوصل للهدف اللي انا عايزه، بداله يستاهل ان انا اوصل ليه بكل التعب بكل الجهد بكل الصبر اللي انا هبذله عشان اوصل بكل التحفيز اللي هيخليني اوصل. خليك دايما هدفك بينور زي اللمبة كده في دماغك، شايفين صورة اللمبة دي او المصباح ده؟ دايما هدفي كده، ودايما النور اللي حوالين المصباح هو التحفيز. شايفين النور اللي حوالين ده فيه ضي كده طالع من المصباح. دايما اخلي التحفيز بتاعي هو النور اللي بينور لي الطريق للهدف. دايما اخلي التحفيز اللي جوايا هو النور اللي بيوصلني للهدف. ان شاء الله باذن الله كلنا هنوصل لاهدافنا. اجمل حاجه توصلني للتحفيز ان انت تعيش حياتك ببساطه. في حد بيحب ان حياتنا تبقى، في ناس تحس ان حياتها معقده قوي، تحس انها الامور عندها مش ماشيه كويس. عشان تكون محفز دايما لازم تعيش حياتك ببساطه، عيش الامور بهدوء، تفاعل مع الامور بتفاهم او افهم اللي حواليك ببساطه عشان تقدر تعيش معاهم كويس. كل الناس مش زي بعض، كل الناس مختلفين في طبايعهم، كل الناس مختلفين في ارائهم، كل الناس مختلفين في افكارهم. فعشان تبقى محفز ذاتي ايجابي عيش حياتك ببساطة مهما سمعت منهم، عشان هما دايما
في كتير من الأحيان هيدوك قناعات سلبية زي ما احنا قلنا، ودي مفتاح كمان حلو قوي ان انا اكون محفز، ان انا لو عشت حياتي ببساطة انتوا مهما تقولولي والله ما انا سامع ولا كلمة من اللي انتوا بتقولوه من القناعات السلبية اللي انتوا بتقولوها لي دي. كل الكلام اللي انتوا بتقولوه لي ده عشان تخلوني ارجع عن الهدف اللي انا ابقى فيه، وان انا ما اكونش متحفزة تحفيز ذاتي، وان انا ارجع لمكان او لوقت انا مش كنت عايزة امشي فيه، او امشي في طريق مش عايزة امشي فيه. لا، انا هعيش حياتي ببساطة معاكم، وهتفاعل معاكم، وهتفاهم معاكم، بس مهما تقولوا انا مش هسمع كلامكم. نخلي بالنا قوي قوي من النقطة دي. كل ما عقدت امور حياتك وما قدرتش تتواصل مع الناس اللي حواليك هتبقى حياتك صعبة، فهتحس بإحباط وتحس بقلق وتحس بعدم أمان، فمش هتوصل للتحفيز، مش هتوصل للتحفيز. لكن لو عشت حياتك ببساطة بهدوء، فعلت مع أمور الحياة إنها أمور وهتعدي، والكلام اللي بيقوله الناس الكويس أخده واتفاعل معاه وأعمل بيه، والنصايح أعمل بيها، والحاجات القناعات السلبية أنا مش هسمعها، فأنت إن شاء الله هتبقى لا عمرك هيجيلك إحباط ولا حزن ولا قلق ولا تحس بعدم الأمان، بالعكس هتحس بطمأنينة وهدوء، وإن أنت متحفز تحفيز ذاتي طول الوقت. يبقى إن أنت تعيش حياتك ببساطة من أهم الحاجات اللي بتخليك تبقى محفز ذاتين، عايش بهدوء مهما كانت بقى مصاعب الحياة. في وقت كده لازم أعيش فيه بهدوء، لازم أقعد بيني وبين نفسي وأستمتع بحياتي، أعمل أي حاجة بحبها، أشوف فيلم أنا بحبه، أكون بقرأ كتاب في موضوع أو مادة علمية أو أي حاجة أنا بتشد ليها، بتكلم مع حد قريب مني قوي. كل الحاجات دي بتخليك في لحظة من لحظات حياتك اللي انت بتعيشها ببساطة دي بيبقى مولد للتحفيز الذاتي. فخلي بالك من النقطة دي قوي، ان انت لو عشت حياتك ببساطة هتبقى محفز تحفيزا ذاتي طول الوقت. جميل يا جماعة، مين معايا؟ اللي معايا يكتب واحد، اللي معايا يكتب واحد، اللي سمع كلامي يكتب واحد. تمام تمام جميل، هنعيش حياتنا ببساطة، هنعيش حياتنا من غير ما نسمع اي قناعات سلبية من الناس اللي حوالينا، ولو سمعناها مش هنكون ولا كأننا سمعناها، عشان نبقى محفزين تحفيزا ذاتيا. خلي الهدف دايما قدامك اللي انت عايز توصله، وخلي عندك التحفيز الكافي انك تحققه. وفي حاجات جميلة قوي عشان توصل للتحفيز، اعرف لوحة تحكمك. شايفين الصورة دي؟ خطوة على خطوة على خطوة، والسهم طالع للسماء. انا هوصل للهدف بتاعي لما اعرف انا مين، اما اعرف ازاي اتحكم في نفسي، ازاي اتحكم في انفعالاتي، ازاي لو حتى عمل فيا اساءة ان انا مش بردها بالاساءة، لا بالعكس هردها بالحسنى، ان انا مش هوصل لنفس المكان اللي انت عملته بيه. انت اسأت الي فانا هأسيء اليك، يبقى انا زيك، وانا مش هكون زيك، انا زي نفسي. دايما اقول انت زي نفسك، كل واحد زي نفسه، مفيش حد زي حد. ما تحاولش ان انت تحط نفسك في موقف ان لو حد اساء اليك ترد عليه الاساءة بالاساءة، بالعكس خليك اقوى منه، واعرف قيمة نفسك كويس، وخليك دايما متحكم في لوحة حياتك زي أزرار الكمبيوتر بالظبط، زي لوحة المفاتيح، كل مفتاح بيعمل مهمة معينة، فخليك عارف كل حاجة جواك بتعمل ايه، المهمة الحلوة، العادة الجميلة اللي انت تحب تعملها والناس يشوفوك وانت بتعملها، واعملها، عشان انت لما هتعرف لوحة التحكم بتاعك هتقدر ان شاء الله تتحكم في الناس من حولك، وانهم مهما قالوا ومهما عادوا برضو مش هسمع الكلمات السلبية، الكلام السلبي والقناعات السلبية اللي انتوا قاعدين تقولوها لي. كل ده هنوصل ان احنا نكون تحفيزنا دائم، تحفيزنا مستمر، مهما حصل مش هسمع، مهما جرى مش هكون غير اللي انا مؤمنة بيه، مش هسمع على الحاجات الايجابية، مش هعمل غير الحاجات الحلوة، مش هوصل غير لهدفي، وان شاء الله كلنا 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 هنوصل لهدفنا. تمام، يبقى لوحة التحكم بتاعتك ده قرارك انت، انت قادر ان انت تعرف ايه الحاجات الحلوة وايه لوحة التحكم بتاعك، وان انت توصل للتحفيز الذاتي.
التحفيز الذاتي يا جماعه قرارك في الاول والاخر، انت المسؤول عنه. زي ما انا قلت بكررها كتير عشان تدخل في عقلنا وتبقى ثابته فيه، انه قرارك لوحدك. حضراتكم هتكتبوا دلوقتي انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. نبتدي نكتب انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. جميل، رائع. انا محفز ذاتيا، جميل جميل جميل، رائع، ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا. بشكركم حضراتكم، وصلتوا بعد كده، عليتوا نسبة التحفيز الذاتي اللي عندكم. واسمحوا لي ان انا هديكم كل السقفات اللي انتم فعلا تستاهلوها واكتر منها كمان، لانكم النهاردة رائعين. الناس اللي كتبت انا محفز ذاتيا الاول، كان عندها النسبة، كان عندها نسبة قليلة، لاما انا قلت الخجل، لاما التردد، لاما الخوف، كل شوية النسبة بتزيد. هي يعني ان حد يعمل يعني حاجة اونلاين عن التحفيز بتبقى صعبة شوية، لان المفروض بيبقى في حاجات لايف وفي تمرينات بتتعمل ويبقى في صوت ونعمل حركة كتير. بس ان شاء الله باذن الله هنوصل برضو للنسبة 100% في نهاية المحاضرة، ان احنا نكون محفزين تحفيز ذاتي. جزاكم الله خير. حاجات التانية بقى اللي هنعملها الجميلة قوي في التحفيز الذاتي، دايما استفيد من الاوقات الضايعة. شايفين الصورة اللي انا جايبها في الشريحة دي؟ هو كان راجل راكب عجلة ومعلق في العجلة بلالين كتيرة، البلالين خدته وطارت، بدل ما كان ماشي على الارض اصبح طاير في الهواء. ازاي يعني احساس الراجل ده وهو طاير في الهواء؟ اكيد محفز، اكيد كان عنده الرغبة ان هو يوصل لهدف معين او حاجة معينة في حياته. تمام. الصورة بتبقى يعني فيها بهجة وحرية وانطلاق، ويعني ما شاء الله صورة حلوة. طب ايه اللي خلاني اقول اجيب الصورة دي مع استفد من ايه الاوقات الضيعة في حياتنا يا جماعة؟ ايه الاوقات الضيعة في حياتنا؟ زي ايه؟ ايه الوقت الضايع اللي انا بيكون بحس ان هو وقت ضايع في حياتي؟ ممكن حضراتكم كده تكتبوا ايه الحاجة اللي ممكن احس ان انا بعملها في الوقت ده فبيكون وقت ضايع عليا. نحاول ان احنا نكتب ونجتهد مع بعض. ايه الحاجة اللي ممكن، ايه الوقت الضايع في حياتي وازاي استفيد منه؟ ازاي استفيد منه في عملية التحفيز؟ بيقول استاذ عبود اغلب الاوقات الجلوس على الفيسبوك والايميل واوقات الله. جميل، رائع، ده اوقات ضائعة ودايما بتحس ان هو وقت ضيع بس بتعمله. جميل. شيري بتقول انها وتتفرج على التلفزيون مثلا. جميل، رائع. ايه الاوقات الضيعة وببقى مش عارفة هتعملي ايه؟ جميل يا جماعة. الأوقات الضيعة دي زي ما أنتوا قلتوا إن إحنا بنضيع وقت قدام التلفزيون، بنقعد كتير على الفيسبوك أو على الإيميل، أو زي ما بتقول كيمستري أوف لايف، النوم الكتير ده وقت ضايع لأن النوم بيبقى له يعني حد معين. طيب أقول أنا إيه برضو الأوقات الضيعة اللي إحنا بتضيع مننا وإحنا مش واخدين بالنا؟ الوقت الضايع يا جماعة بيكون لما بكون بس انا مثلا نزلت هشتغل، نزل شغلي وهقعد مثلا في، هستنى وقت معين تجيلي فيه المواصلات. فالوقت اللي بستنى فيه المواصلات دي او محطة الاتوبيس عشان اركب الاتوبيس بنتظر فيها بيكون وقت ضايع. يبقى من الاوقات الضايعة ان انا انتظر في محطات الاتوبيس او محطات المترو، او ان انا بكون بنتظر صديق، يعني بستنى مثلا حد هيجي وبقعد استناه فترة، ما يقول لي انا هاجي لك الساعة 5 وانا بقى مجهزة نفسي ان انا من الساعة 5 دي انا بستناه، فجأة الاقيه جاي لي الساعة 6، ده الساعة دي وقت ضايع. التفكير لما بيزيد عن حد فعلا بيكون يا سارة وقت ضايع. يعني طب انا ازاي استفيد من الاوقات الضايعة؟ عارفين استفيد ازاي؟ دايما اخلي معايا كتاب، او اخلي معايا شريط بسمعه، او مثلا لو حد عنده عربية
نفرض ان هو ماشي بالعربية بتاعته والمرور وقف، الطريق زحمة، الوقت اللي بيفضل فيه واقف او بالعربية ومش بيتنقل لمكان شغله ده اسمه وقت ضايع. هو ممكن في الوقت الضايع ده يكون مشغل مثلا على بيسمع شريط، مثلا اي شريط تعليمي، شريط ثقافي، مشغل اي حاجة ثقافية او اي حاجة بيستفيد منها. ده الوقت الضايع ده لازم نستفيد منه. التفكير يبقى بحدود، افكر مع نفسي بس ما ضيعش وقت كبير عشان ما يبقاش مأثر عليا في حياتي. لو احنا استفدنا من الاوقات الضايعة دي، محطات الاتوبيس، لو انا مسافر سفر طويل، نفرض ان انا رايحة القاهرة وهاخد في السفر 3 ساعات، هفضل الثلاث ساعات دول كده قاعدهم ما بعملش حاجة، ما يبقى معايا كتاب، يبقى معايا ورقة وقلم واكتب فيها اي حاجة هنجزها في حياتي. بقى احط السماعات بتاعة الموبايل في وداني واسمع اي حاجة مفيدة تفيدني، الوقت الضيع ده استفيد منه. فدايما عشان تكون محفز لازم تستفيد من الوقت الضيع ده، لازم تشغله بحاجة مفيدة. الناس اللي بتقعد على الفيسبوك والايميل، وانا عارفة ان في ناس كتيرة قوي ما بتقدرش تمنع نفسها ان تقعد على الفيسبوك لساعات طويلة، صح يا استاذ عبود؟ صح. لا احنا هنقول حلها، انا هقول لك حلها مش عشان تضحك. يبقى صح، قلت لك ضحكت يبقى صح. الناس اللي بتقعد على الفيسبوك كتير وبتتفرج على التلفزيون كتير من الملل، طب ايه رأيك تشغل يعني الوقت ده من الملل بذكر الله؟ تمام، انت بتتفرجي على التلفزيون، طول ما انت قاعده تتفرجي على التلفزيون قولي استغفر الله العظيم. ايه رأيك تجربيها؟ وانا قاعده بشتغل على مثلا على الفيسبوك، كل حركه بحركها بالماوس اقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ بسم الله بسم الله بسم الله، طول ما انا قاعده اشتغل وحاسه ان هو وقت ضايع، وانا قاعده اكسب في حسنات، وانا قاعده اتحفز ذاتيا، وانا قاعده ان شاء الله يا اما هبطل ان انا او همتنع ان انا اقعد الوقت ده، يا اما باخد الحسنات دي وتحفزني ان انا اعمل حاجات في حياتي. ايه رايكم؟ جميل، رنا عجبتها الفكره، طب نعملها. بتعمليها يا شيري ما شاء الله عليكي، مش مشكله ساعات بتشتغلي بالشغل شويه، مش مشكله يا شيري، بس اهم حاجه اعمليها وداومي عليها واستمري، وان شاء الله ان شاء الله هتلاقيكي في وقت من الاوقات مستمره معاكي، لانها هتصبح معاكي عاده، تصبح عاده بقى. طول ما انا بشتغل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله، طول ما انا قاعده على الفيسبوك، حتى الناس اللي بتلعب على الفيسبوك لو مع كل حركه من حركه الماوس بقول بسم الله او الحمد لله او بشكر ربنا او اي مكان، انا باخد حسنات وهتحفز ان شاء الله، يا اما اسيب اللعبه او اديها الوقت، بس انا عايزه العب العب، بس العب ما يكونش وقت كتير، بروح عن نفسي باللعبه مش مشكله، كلنا نحب نلعب، كلنا نحب نبقى نرجع لطفولتنا تاني، بس خلينا يبقى بقدر معقول. الملل حاول تشغل نفسك بيه بحاجات كتيرة، يعني دايما ذكر ربنا دايما، وانك تعقد النية انك تعمل اهداف في حياتك وتحفز تحفيزا دائما، هيخليك ان شاء الله مش تحس بالملل يا استاذ عبود. فان شاء الله كده نعقد النية ان احنا في التحفيز نكون دايما يعني على طول بسم الله بسم الله، ونستفيد من الاوقات الضائعة. وانا قصدت ان انا اجيب الكلام ده بالذات عشان عارفه ان في وقت كتير جدا احنا بنضيعه، وحبيت ان انا اقول فكرتي عشان ان شاء الله الناس تستفيد منها وتعملها، ويبقى ان شاء الله يعني تتابع عليه وتاخدوا اجر حسن، وانا ان شاء الله كمان اخد الثواب. فدايما استفيد من الاوقات الضائعه بذكر الله، وانك تكون تقول انا محفز خلاص، وانت بتلعب قول انا محفز ذاتيا باذن الله، انا محفز ذاتيا باذن الله، ان شاء الله هتلاقيك يعني سبت الوقت الضايع اللي انت بتضيعه ده، وقمت عملت حاجات رائعة ما كنتش تتوقع انك تعملها في حياتك، ان شاء الله بإذن الله. يقينك بالله انك هتفعل افعال واشياء رائعة توصلك لهدفك في الحياة. صعب كتير انك تجمع بين ذكر الله وأشياء. ليه ده حضرتك لما بتيجي تشتغل المفروض ان انت بتذكر ربنا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل خطوة انت بتخطيها بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء انت بتعمله المفروض يبقى فيه ذكر ربنا، قول بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت مش عايز تقول حاجة تانية ما انت برضو هتاخد ثواب. اي حاجة يعني سبحان الله يقول ايه، ما يشيل ادم عن ادم الا بايه، ما يشيل ادم عن ادم الا ايه، بقدرة ربنا، قضاء ربنا، انا مش هعمل كذا. فخليك دايما مع ربنا، فخليك قول بسم الله الرحمن الرحيم في اي عمل انت بتعمله.
حتى لو انت نسيت، حتى لو انت في بداية العمل ماشي، في اثناء العمل صعب، في الاول بيبقى صعب، لكن بعد كده احنا بنشتغل في حياتنا، ما بناخد فترة ان احنا نعمل نفس العمل، بنعمله واحنا في اللاوعي. وده في حاجة اسمها مراحل من سلم التعلم، ان انت بعد كده بتكتسب المهارة ان انت تعمل العمل اللي انت بتعمله ده حتى وانت مش داري ان انت بتعمله. تمام. فانت في الاول هتقول بسم الله، لو نسيت في النص هي فعلا محتاجة تعود، لو نسيت في النص هتلاقيك بعد كده بشوية، في البداية قلت، وبعدين في النص افتكرت شوية، وبعدين نسيت، وبعدين تاني يوم افتكرت في الاول العمل، وبعدين في النص افتكرت مرتين ثلاثة، وبعدين نسيت، لغاية ما هتبقى ان شاء الله مداومة، هتلاقي عندك بركة في العمل لا تتخيلها. لا كده برضو الوقت مش ده انت مش بيضيع، ده انت حضرتك بتشتغلي وبتذكري ربنا، بتاخدي الحسنتين. فهي بس محتاجة تمرين شوية، وزي ما قالت شيري انها محتاجة تعود شوية، ان انا ابدأ العمل اقول بسم الله، ان انا انقل حاجة من مكان لمكان، ورقة من مكان لمكان اقول بسم الله، ان انا اقعد مثلا في الفيس اعقد نيتك، او اعقدي نيتك ان انت ان شاء الله يكون كلها موجهة لله. يعني ايه؟ انا داخله الفيس عشان استفيد، فداخله على صفحات دينيه، داخله على صفحات علميه، بشيرها للناس، بستفيد معلومات جديده، كل ده بيبقى مش وقت ضايع. بس حاولي تخليه مزمن بزمن، ما تخليش الوقت يسرقك. دايما لما تحسي ان الوقت سرقك، يعني ايه ساعه وافصلي ساعه وامشي، حاولي انك تشدي نفسك شويه حتى لو هترجعي له تاني. في ناس بيبقى شغلها اكترها على الفيس. تمام. فحاول ان انتي تكوني الوقت ده يعني شوية وامشي شوية واروح، حتى لو هرجع له، حتى عشان اجدد نشاطي، حتى عشان جسمي يبقى في وضعية مرتاحة عن القعدة اللي انا قعدها، فما تعبش جسديا، لغاية ان شاء الله باذن الله يعني تنشغلوا بحاجات تانية، فابتدي ياخدوا منك او ياخد منك مساحات كبيرة من العمل، فما تقعديش كتير على الفيس. وماله انت بتروح عن نفسك في الدراسة، يبقى الدراسة ليها وقتها والفيس له وقته، ما تخلوش بس ياخدك كتير قوي عشان بس ايه ما تضيعش وقت كتير عليه. تمام. دايما نستفيد من الاوقات، خلي دايما معاك كتاب او ورقه وقلم، لو انت بتحب ترسم ارسم، لو انت بتحب تكتب خواطر اكتب، ده بيشغل الاوقات الضائعه بحاجات مفيده، بيطلع حاجات حلوه جواك، بيخليك مميز في الحاجات اللي انت بتطلعها. وجربها وان شاء الله باذن الله توصل لحاجات كويسه جدا، وده اكيد. يعني بعد كده عشان تبقى محفز دايما، خليك مستعد لكل ما هو غير متوقع. يعني الصورة دي بقى ايه، هو كان مسافر وشنطته وعاملها، ما كانش مستعد ابدا ان هو يسافر، والورق خارج من كل مكان، ومش مهندم في نفسه. طب ازاي؟ طب ايه ده علاقته بالتحفيز؟ ده ايه علاقته؟ ايوه، التخطيط الجيد وقراءة مش قراءة المستقبل، التخطيط الجيد للهدف، التخطيط الجيد للهدف. خليك مستعد دايما اي حاجة غير متوقعة ممكن تأثر عليك وتأثر على تحفيزك، فخليك مستعد ليها، زي القناعات السلبية اللي ممكن تجيلك من اشخاص انت ما كنتش متوقع انهم ممكن يحبطوك او يقولوا لك الكلام اللي هم هيقولوه لك، فخليك مستعد دايما. او مثلا انت عايز توصل لهدف معين وكنت متحفز واخدت خطوات وهستمر في عمل هذا الهدف، لقيت مثلا الطريق في الاخر مش موجود او مقفول، او ناس اعاقوك قالوا لك عايزين منك انك تكون عندك كذا ومعاك كذا ودورات كذا، وتكون طلبات معينه متطلبات معينه، فخليك دايما مستعد ان انت تسمع كل ما هو غير متوقع، وانك تتفاعل معاه. تتفاعل معاه ان انت تغير من نفسك للافضل، يكون عندك خطط بديله. يعني لو ما قدرتش اوصل لهدفي بطريقه معينه، انا ممكن اوصل له بطريقه تانية. لو رحت شركه معينه وعايز اشتغل فيها وما حصلش نصيب، لا انا اروح شركه تانية، اروح شركه تالتة. يبقى دايما خليني مستعد، لان لو انت ودايما عشان تكون مستعد لازم تكون محفز، ولو انت مش مستعد لكل اي حاجه غير متوقعه من البشر، تحفيزك هيقل، وما تحفيزك اي هيقل حماسك هيقل، فمش هتقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. فدايما خليك مستعد لأي حاجة غير متوقعة، وانت دايما محفز، انت دايما خليها دايما دي في بالك، انا محفز. ارددها في اي وقت انا عايزه،
انا محفز، انا يقيني بالله ان انا هوصل ان شاء الله للهدف اللي انا عايزه ان شاء الله. ان شاء الله هذا الاعتقاد هيوصلك لكل اللي انت عايزه. الحاجات بقى الجميله قوي اللي بتساعد ان انت تكون محفز، دفتر الانجازات. في حد عندنا عنده دفتر انجازات؟ ايوه يا رنا صح، زي ما انت قلت كده. حد بيحب يكتب انا النهارده عملت كذا، انا النهارده قابلت شخصيه كان نفسي اقابلها من زمان، انا النهارده قابلت حد ساعدني ان انا اوصل لهدفي. في حد عنده دفتر انجازات بيكتب فيه؟ شكلنا مش عندنا دفتر انجازات. ما عندناش. طيب احنا نحاول ان احنا يبقى عندنا، لازم يكون عندنا دفتر انجازات. لازم الورقة والقلم دايما ما تفرقناش. ده دايما اقوله، اي حاجة عملتها حتى لو كانت بسيطة اكتبها، اي حاجة حتى لو كان، لان انت لما بتشوف الكلام اللي انت بتكتبه ده بيدفعك دفع دايما ان انت هتوصل لهدفك وبتبقى محفز ذاتيا. فنخلي بالنا ان انا يبقى عندي دفتر انجازات. انا النهاردة عملت محاضرة رائعة جدا، انا النهاردة وانا في المحاضرة الناس استفادت. اكتب اكتب، لا كل ده كان موجود قبل الجامعة، لا وان شاء الله اثناء الجامعة وبعد الجامعة. طول ما انا عايشة انا عندي دفتر انجازات. انا النهاردة ساعدت الشخصية مثلا، حد كان محتاج مساعدة فحسيت ان انا سعيدة. انا النهاردة اشتريت حاجة تنفعني، اشتريت مثلا هدوم جديدة، اشتريت مثلا حاجة تفيد البيت. اكتب اي حاجة انا انجزتها، اشتريت طلبات البيت. كل حاجة بتبقى في الاول، مش ناس مش بتبقى متحفزة قوي انها تكتب دفتر انجازات، بس اذا تعودت ان انت تكتب دفتر الانجازات ده وتبص عليه كده من وقت تقول الله ايه الحاجات الجميلة دي اللي انا بعملها، معقولة انا عملت ده وعملت ده وعملت ده؟ فبيحفزك بقى تحفيز ما حصلش، بيحفزك تحفيز ذاتي وتدفع دفعة هائلة ان انت تنجز، ان انت توصل لهدفك. فخلي بالك من دفتر الانجازات، نخلي بالنا قوي قوي منه. من اروع الاشياء ان انت يبقى عندك دفتر انجازات خاص بيك، ومهما كان العمل صغير وانت حاسس ان هو صغير اكتبه، اكتب اكتب، خرج اللي جواك بالكتابة، ترجم الحاجات المواقف اللي كانت في حياتك بالكتابة وانجزت فيها، عشان ده بيخليك محفز على طول تحفيزا ذاتيا. خلاص يا جماعة متفقين؟ متفقين؟ اللي متفق معايا يكتب واحد، اللي متفق معايا يكتب واحد. رحنا فين؟ تمام تمام خلاص، هيكون عندنا دفتر انجازات هكتب فيه اي حاجة حتى لو كانت صغيرة. بتفرق والله يا جماعة كتير، بتفرق جدا، وبتخليني يعني بتدفع دفعة رهيبة جدا لوصولي للهدف، وبيبقى الوقت أسرع إن شاء الله بإذن الله. أهم حاجة بقى في سحر التحفيز اللي هو إيه؟ أنا عايزة بقى كده أكون محفزة ودايما التحفيز ده مش سايبني، وإن أنا طول الوقت محفزة مهما شفت ومهما قابلت ومهما قالولي ومهما عملوا الناس اللي حواليا. هعمل ايه؟ Don't forget to smile، ما تنساش تبتسم. كل القاعدة دلوقتي هتبتسم، نكتب ابتسامات. يلا يلا، مين اللي هيبتسم الاول؟ مين؟ انا اول واحدة اهو. جميل جميل جميل. كل وعايزاك وانت بتبتسم تكون بتبتسم فعلا وانت قاعد قدام الكمبيوتر. جرب كده، جرب ان انت تبتسم وانت بتكتبها. جميل، رائع رائع. اجمل حاجة ان انت تبتسم دايما، الابتسامة دي بيخلي عندك رضا باي موقف في حياتك. واذا تولد الرضا عندك او كان عندك الرضا درجته عالية جواك، بيحفزك قوي 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 للوصول لهدفك. مفيش حاجة بتقف قدامك، دايما انا مبسوط وسعيد وببتسم. والناس لما بتلاقيك مبسوط وسعيد وبتبتسم، في وقت من الاوقات هتلاقيهم هم كمان بيبتسموا. فبدل ما يدوك قناعات سلبية، بالعكس هيفرحوا ويتبسطوا ويدوك قناعات ايجابية. يبقى انت كده قدرت ان انت تتخلص من القناعات السلبية اللي بيدوها لك.
عرفنا ازاي نبقى محفزين بالتحفيز بسحر التحفيز اللي هو الابتسامة. ايه رأيكم بقى ان احنا هنبتسم تاني كمان؟ هنبتسم، تمام، كلنا هنبتسم تاني. يلا انا اول واحدة. جميل جميل جميل، كله يبتسم. لا دي مش ابتسامة، الابتسامة ليها رونق وجمال، بتبقى شكلها حلو. نبتسم، الابتسامة دي رائعة. تخيل وانت قاعد مع نفسك كده وبتبتسم، وانت مع ربنا بتبتسم، وانت بتبص الناس بتبتسم، بتبقى محفز تحفيز طول الوقت. يبقى احنا دلوقتي وصلنا لسحر التحفيز ان احنا هنبتسم. خلاص كده يا جماعة، حضراتكم هتبتسموا على يعني كلنا هنبتسم، بس مش هنكتب، هنبتسم وانتوا بتكتبوا على الشات انا محفز ذاتيا. هتبتسموا وتكتبوا على الشات انا محفز ذاتيا حالا دلوقتي. يلا هنكتب انا محفز ذاتيا، وانا ببتسم. انا شخصيا ببتسم وانا بكلمكم. يبقى نقول انا محفز ذاتيا وانا ببتسم، وانا ببتسم لازم الابتسامة مع الكلام. ويا سلام بقى لو كان في صوت، يعني ده احنا كنا وصلنا لايه جميل. انا محفز ذاتيا، انا محفز ذاتيا، جميل جميل. بنبتسم واحنا بنقولها، لان دي بتساعدني ان انا اوصل للتحفيز الدائم، بكون محفزة دايما للتحفيز الدائم. جميل، بشكركم بشكركم بشكركم، وهديلكم النجمة دي والسقفة دي، تستاهلوها فعلا. بسقف لكم وانتم مميزين ورائعين رائعين رائعين، اشكركم جزيلا. جميل جميل، رائع رائع، شكرا ليكم والله، شكرا، بشكركم. عرفنا اتكلمنا عن مفهوم التحفيز، ازاي ان احنا التحفيز الداخلي اقوى كتير قوي من التحفيز الخارجي، ازاي نحفز نفسنا داخليا، ازاي ما نسمعش القناعات السلبيه اللي جايه لنا، ازاي نعيش حياتنا ببساطه ونعقد نيتنا انها تكون خالصه لله، وحوارنا مع ذاتنا يكون ايجابي، ونكون دايما بنستشعر قيمنا الدينيه، وان احنا نكون عايشين في سعاده وببساطه، ويكون عندنا دفتر انجازات نكتب فيها الحاجات الحلوه اللي احنا بنحققها، ونستفيد من الاوقات الضايعه اللي ممكن تفيدنا في وصولنا لأهدافنا. احنا محفزين دايما دايما دايما، والتحفيز من جوانا عشان بنحب نفسنا، وحبنا لنفسنا جاي من حبنا لربنا، وما نحب نفسنا هنحب الناس اللي حوالينا. شكرا ليكو، كنتم رائعين النهاردة، متميزين جدا، كنتم يعني انا في قمة سعادتي ان انا متواجدة معاكم. بشكركم جزيلا، شكرا شكرا، جزاكم الله كل خير. ان شاء الله باذن الله نكون استفدنا من المحاضره. يحب يتواصل على الايميل او على اكونت الفيسبوك لاي سؤال، لاي استفسار، لاي حاجه عايز تسال عليها، ان شاء الله باذن الله نكون متواصلين مع بعض، ونكون باذن الله متواجدين مع بعض في محاضرات اخرى. السلسله مستمره، انتظروا المحاضره الجايه، هتكون اكثر من رائعه، هتكون مفاجاه كبيره جدا، وهتكون يعني احنا هنحتاجها قوي في حياتنا، وهتكون الجزء الثاني من سلسلة كيمياء الحياة ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل بس ما نمشي هناخد بس التصويت بتاعنا دهوت، التصويت هينزل عند حضراتكم، فحضراتكم هتقولوا الاجابات بتاعتكم. تفضلوا نعمل التصويت للمحاضرة، اتفضلوا. نبتدي، ظهرت عندنا في الشاشة، ظهرت عندنا في الكمبيوتر التصويت بتاعنا. ظهرت، تمام، ابتدينا هو نقول أصواتنا. جميل رائع، اتنين بس اللي عملوا التصويت من الحضور، 23. عايزة اكتر، قول رأيك بصراحة في المحاضرة. جميل، بقى 4.
قول رأيك بمنتهى الصراحة. 4. تمام، إن شاء الله هنكون متواصلين على موقع الأكاديمية أستاذ عبود عشان تعرف المحاضرة القادمة إمتى بإذن الله. جميل، خلصنا التصويت بتاعنا. تمام، اسمحوا لي ان انا هنشغل حاجة بسيطة قوي عشان نبقى كملنا التحفيز. بشكركم، إن شاء الله نكون استفدنا النهاردة بإذن الله من المحاضرة. نتواصل مع بعض إن شاء الله في محاضرات تانية، وألقاكم على خير بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله وأمان. شكرا، شكرا جزيلا. نعم، طيب.